عسلامتكم، مرحبا بكم أصدقاء نوات وأصدقاء الإعلام الجاد والفكر الحر في سلسلة نقاشات نوات. حاضرين اليوم ثلاثة ضيوف متدخلين باش نحاولوا نتفاعلوا معاهم، نحاولوا ما تكونش فما يعني مداخلات طويلة أو من نوع المحاضرات، وإنما باش نحاولوا نتفاعلوا مع بعضنا، باش نحاولوا نتفاعلوا زادة مع أصدقائنا اللي يشوفوا فينا. احنا اون لايف ستريمينج على صفحة نواة، كيف كيف من بعد باش نفتحوا النقاش لأسئلتكم، وزادة الأسئلة اللي باش تقدم لنا في اللايف ستريمينج. من غير ما نطول عليكم نقدم ضيافي حسب من الأقصى اليمين إلى الأقصى اليسار. هيثم شواشي، مرحبا بك، فلاح وكذلك ممثل عن تنسيقية فلاحون غاضبون اللي تأسست 2018، مرحبا بك في نوات. معنا زادة يحضر معنا أيمن عميد، الباحث في مجال السيادة الغذائية. مش حاولوا نستفادوا شوية من خبرته، ونستفادوا زادة مش كان من البعد النظري، وإنما أي من حاضر ميدانيا قريب من الموضوع اللي نحكيوا فيه. هذي الحاجة اللي ما قلت لها لكم، مش احنا جوست جيراننا معنا الجامعة هذي ورانا، دونك مش نسمعوا شوية صوت لذان مش مشكل. ضيفتنا الثالثة اليوم، وتسمحني خاطر خليتها الأخرى رغم أني كنت نجم نبدأ بها، ليلى الرياحي، مرحبا بك ليلى الناشطة. كذلك جاي اليوم ليلى الأستاذة الجامعية وتمثل منصة تونسية للبدائل، مرحبا بك. كما قلنا موضوعنا اليوم باش نحكيه على ما فرضه الكلام متاع المصادقة على هذا القرض الموجه إلى تونس. علاش تونس اليوم وصلنا نحكيه على صمود غذائي؟ علاش ناخذه في قرض أصلا باش نغطيه به المصاريف اللي قادم عليها ديوان الحبوب؟ شنية وضعية ديوان الحبوب؟ شنية تأثير السياسات الغذائية اللي انتهجتها الدولة التونسية واللي وصلتنا للوضع اللي احنا فيه؟ هل هناك إمكانية يعني خارطة الطريق أو مخرج من الأزمة الغذائية؟ هل هذا نتيجة لعوامل خارجية سواء كانت مناخية ولا سياسية ولا صراعات دولية خارجية فقط؟ هل هو بالأساس نتاج لسياسات فلاحية خاطئة؟ باش نبداو مع أيمن. أيمن، نوجه لك السؤال الأول اليوم. كما قلنا الصمود الغذائي، قرض هذايا نعرفوا اللي القيمة متاعه أو معناه المونتون ماهوش كبير ياسر، القرض هذايا، لكن علاش اليوم يعني الحديث ولينا نحكيه على صمود غذائي؟ وعلاش اليوم وصلنا أنه الدولة تضمن في قرض موجه للصمود الغذائي لضمان لديوان الحبوب؟ عايش أيمن،
شكرا للحضور. هو نصور انه معناتها كيفاش نتناولوا الفكره من الاساس هي انه الوضعيه الحاليه اللي نجم نقولوا اللي هي فما معناتها اللي حكيت عليه اللي فما ازمه معناتها ازمه عالميه فما معناتها حرب في الوقت الحالي اللي هي اثرت على المارشي مونديال نتاع الحبوب واللي خلت الدول تستحق والا تتحط في سيتويشن خايبه. لكن المشكله انه توصيف الازمه ينجم يكون توصيف غلط لاني معناتها تونس مش فقط في ازمه، تونس معناتها مش في ازمه وقتيه بل في ازمه متواصله من الستينات، معناتها ازمه هيكليه، ازمه بتاع سياسات، يعني سياساتنا الفلاحيه كيفاش تحطت منذ الاستقلال حتى التو تطورها. وزاد اني معناتها السياسات هذه هي صحيح سياسات متاع الدوله التونسيه لكن سياسات تاثرت اساسا بالقروضات اللي خذيناهم معناتها بالليزاجونس انترناسيونال بالدول بالمارشي العالمي اللي هو اثر على قراراتنا واثر على توجهاتنا السياسيه خاصه في السياسات الفلاحيه اللي خلانا من بعد نحكوا اكثر اون ديتاي كيفاش صارت العمليه. لكن اللي خلانا انه في اي ازمه نلقوا روحنا عندنا نقص في الحبوب او في حاجات اخرى اللي مش نشوفها. وخلى زادة ايضا انه مثلا ديوان الحبوب يعيش في ازمه والازمه مش كانت من قبل ديوان الحبوب ما عادش فلوس. ديوان الحبوب خرج تدريجيا منذ نجم نقولوا الثمانينات على الاقل من السيركوي نتاع الحبوب في تونس لاني كيف ما قلت قبل هذيك السياسات نتاعنا اللي توجهت لتحرير السوق تحرير يعني الزراعه التصرف في الحبوب اللي خلت اليوم كي صارت الازمه في معناتها الحرب روسيا واوكرانيا المارشي العالمي دخل بعضه الاسعار طلعت الدول زاد رفضت ان تبيع السيركلوس نتاعها في الحبوب ولقينا رواحنا مره اخرى كما كل عام خاطر كل عام تونس تستورد الحبوب نتاعها معناتها ما عمرنا ما وصلنا غطينا على الاقل معناتها في العشرات السنين الاخرانيه غطينا احتياجاتنا في الحبوب معناتها في القمح والشعير والحاجات هذه. لكن المره هذه السوق اللي موجوده قدامنا ما نجموش ناخذوا منها لاني مش موجوده والا لانه البري طلع برشا دونك تونس مش قادره اني تشري الحبوب هذه. باش زاد ما نطولش برشا يعني هو نرجع باش معناتها النقطه اللي حبيت نقول اني احنا مش في ازمه، هي الازمه متواصله معناتها هي الحاله العاديه هذه نظرا للسياسات الفلاحيه اللي تتبعها تونس منذ الستينات. في تواصل مع اللي قلته ايمن خليني نتعدى لهيثم. هيثم نعرفوا اللي روسيا واوكرانيا تقريبا يصدروا ما قيمته 30% من الحبوب اللي تتصدر في العالم. هل اليوم الأزمة اللي عنا هذية تأثيرها مباشر أولا من الأزمة الخارجية علينا وإلا نتيجة للسياسات كما ختم أيمن وانت طبعا فلاح وفي التنسيقية هذية أكيد كانت عندكم يعني تحركات ولقاءات زادة نحب نفهم منك شوية وين احنا توا بالضبط. مرحبا بالحضور الكل. ساعة قبل كل شيء احنا توا نعرفوا من السبعينات من حتى من اخر الستينات احنا ديما قاعدين نستوردوا في الحبوب، نستوردوا خاصة القمح اللين وجزء كبير زاد من القمح الصلب وبطبيعة برشا شعير للانتاج الحيواني متاعنا وحتى للكونسوماسيون يومين زاد. به احنا من قبل الفلاح في الشمال الغربي تعب وخاسر ويكافح وهذا نجر عليه نشوفه من غير ما نطولوها انا الفقر وال وشنية الشمال الغربي وين تو من المناطق الداخلية المناطق التعبة في البلاد فهمتي خاطر هي معناها
الانتاج نتاعها خاصه المناطق الداخليه هذه يرتكز على الحبوب والالبان وكل شيء. احنا من قبل من خاصه بعد الثوره ولينا نتكلموا نحاولوا نحسنوا في اسعار الحبوب باش نحسنوا من المردوديه نتاعنا ونقدموا، ولكن ديما كنا نتصدوا بالواردات واسعار الواردات. كانت اسعار الواردات كانت منخفضه، وكان كنا نيجي يقول لك ساعات يقول لك انا ما يساعدنيش، انا كان نستورد الحبوب الكل من روسيا واوكرانيا خير من ناخذها من عندك انت. وقت كان نحن وقت كنا نبيعوا فاصل القمح نتاعنا ب 35 دينار و 40 دينار. بعد بدات الامور شويه تتبدل فهمتني، والحقيقه معناها خاصه في السنوات الاخيره بدات تتحسن، بدينا نطلعوا بدينا نحبوا نوصلوا للاسعار اللي يوردوا بها. وجاء القدر حطنا في موقع الحقيقه دي تقول ازمه، ولكن هي راي ماهيش بالنسبه للفلاح. احنا ولينا محل اهتمام، ولت الحبوب ولاو مهتمين بها، ولت ذاك حديث الساعه توا في كما تشوفوا توا معناها توا. بعد ولينا احنا المدعم الرسمي للدوله. كي نجيو نقارنوا توا الاسعار اللي تورد بها الدوله والاسعار اللي تاخذ تشري بها من عند الفلاح كيما عام السنة، معناها باش نلقاو بون نعطيو تقريبا العام ناول وقع شراو القمح من عندنا بمعدل اسعار ب 85 دينار. هذا بالنسبه للموسم الفارط، راه مش هذا خاطر باش نعطي معدل الاسعار نتاع قبول القمح من الفلاح التونسي كان في حدود 85 دينار، ومعدل اسعار قبول شراء القمح المستورد كان في حدود 200 دينار. معناها انا وقتها نوجع كي نوجه كلامي للمسؤول نقول له سي بون، معناها الشمال الغربي والمناطق المنتجه للحبوب دعمت الدوله ب 115 دينار، اذا حطوا رواحنا معناها اباريغال مع الفلاح الاوكراني والروسي. به هذه كان صدمه للسلطه، وكان صدمه باش اضطرها باش تحركت اتجاه الفلاحه، وحاولت كيفاش تحاول ترضي وتحاول تنقص شويه من الكاره ذايا ونجر عليه على زوز مراحل. مرحله اولى معناها تعدينا ال 100 دينار، جاء الخبر في وسط العام باش يشجعوا الفلاحه باش تزرع، ومن بعد زاد حتى 100 دينار فيو زاد لي زانترون كيفاش غلاو برشا، معناها تحركوا وزادوا لزوا رواحهم ووصلوا ل 130 دينار. ولكن ديما يبقى معناها الاسعار باش تكون، معناها ما عنديش الارقام بالضبط نتاع السنه اللي باش شنو اللي باش يستوردوه، اما على الاقل المليون قنطار من القمح الصلب، وديما نحكي على القمح الصلب خاطر احنا القمح اللين معناها ما ننجو حتى شيء تقريبا، فهمت؟ وصل للصفقه الاولى. احنا نعطيكم نحط كل شيء في اطار، واحنا بالنسبه للقمح الصلب نستهلكوا 12 مليون قنطار، لمينا السنه 6.7 مليون قنطار، دونك ناقصين 5.3 في اطار القرض هذا الصمود الغذائي. شرينا اول مليون قنطار، مازال ما وصلوش، هما ما وقعت الاتفاقيه والابيل دوفر وتفاهموا فيه، وشريته الطن شريته ب 517 دولار، معناها ما يقارب 165 دينار. انا قلت لهم احنا معدل اسعار بالنسبه للسنه كان في حدود 126 دينار، شريوا من عند الفلاحه ب 126 دينار، معناها افيك سا قلنا مازلنا رانا ندعموا فيكم ب 40 دينار. وملاحظه معناها هذه الصفقه الاولى، راي معناها خاطر هذه معناها تو الاسواق معناها راو في ساعة ثم انحدار، ما تعرف ثم الاتفاق ما بين اوكرانيا وروسيا على الممر اللي باش يعملوه للقمح، اش خلى معناها القمح رخص شوي، اما دورينا فورا باش تكون الاسعار اعلى واعلى برشا. احنا شنو نطالبوا احنا تو احنا باش نقولوا شنو ماذا بينا في نهار من نهارات ان من نوليو ما عادش نستوردوا. بالنسبه للقمح الصلب هذا ممكن، راه هذا ممكن خاصه اذا معناها ما نطلبش لا دعم لا حتى شيء، نعطي نطلب حقوق معناها نطلبوا، معناها انه تقع المعادله بين والفلاح اللي ورد لنا القمح سواء روسيا ولا اوكرانيا، نبداو قال كيف معناها فرض الاسواق اللي يشريو بها يشريو بهم من عندنا احنا،
ما ناش طالبين حتى شيء. واهم حاجه يوفروا لنا مستلزمات الانتاج، توفر لي انا قبل كل شيء، توفر للفلاح المستلزمات قبل الاسعار. ساعه انت توا كما توا انا هيثم كي نحكيوا على مستلزمات، مثلا مستلزمات الانتاج اللي هي شنو مستلزمات الانتاج؟ ساعه بون الزريعه والاسمده. الاسمده اهم حاجه توا اللي وقعنا فيها توا. الاسمده باه ثم حاجه الباهيه بالنسبه لتونس، انه القمح غلى، ما ثم حاجه اخرى زاد غليت برشا اللي هو الفصفات. والفصفات كي غلى ولينا الدوله ولات في الكريز اللي موجوده فيها وكل شيء، وحاجتها بسيوله وحاجتها بالفلوس، ولات تتخمم زاده معناها على توريد الفصفات. معناها ثم عندنا الفلاح التونسي من شيرة والتوريد. نعطيكم فكره على الاسعار نتاع الدي بي في السوق العالميه، معناها من من من, من الموقع نتاعو من غير بدون مصاريف النقل، القنطار ب 300 دينار الطن، ب 3000 دينار الطن، ب 3000 دينار. واحنا عمناول معناها شارينه، معناها الدوله التونسيه شريت بيعته للفلاح التونسي في حدود 800 دينار. دونك ولات مشكله، ما نجموش. الدوله قعدت قالت يا اما باش نغلي برشا باش يقع عزوف على الحبوب وكل شيء، والا زاد باش تخسر برشا فلوس. دونك اش عملت؟ خليت الاسعار هي بيدها كيما عمناول، اما ثم المنتوج قاعد بالكونت قوت يخرجونا بشويه بشويه باش كان بقات كميات، خاطر المارشي محلول فهمتني، وثم امكانيات تاع توريد كبيره. هذا بالنسبه للديابي. بالنسبه للامونيتر مازلنا نشوفوا مشاكل كبيره، خاطر ثم جزء كبير من الامونيتر مع الاسف يقع توريده، ونفس الشيء معناها الاسعار غاليه برشا. وبالنسبه للزريعه هذيك عاد ثم برشا مشكله تو نحكيوا فيها. بالنسبه للبذور هذيك مشكل وحده في حد ذاته تو نحكيوا فيه. ليلى انت عدى ليلى، السياسات يا ليلى، السياسات الفلاحيه، يعني اذا كان نحبوا نحكيوا، هل هو المسؤول الرئيسي اليوم على الاشكاليات الهيكليه اللي قاعد يعيش فيها القطاع الفلاحي في تونس، واللي قاعده ترجع معناها سلبيا على الفلاح وعلى المستهلك كذلك التونسي؟ هل قفص الاتهام الاولاني هي السياسات الفلاحيه، او كذلك حكينا شويه توا على الحرب والامور السياسيه، لكن زاد هل انه التغير المناخ، ريشوفمون كليماتيك، المسائل اللي جايه من الطبيعه اللي زاد احنا معنا مسؤوليه شويه فيها، هل هي يعني شكون اليوم قفص الاتهام الرئيسي، وين شكون نحطوا فيه؟ مني باش نبدا ده يظهر لي باش نبدا كيما كنت مخمه باش نبدا، ومن بعد نطرحوا الحكايه هذيا. احنا القرض هذيا نحكيوا عليه ساعه مهم، واحد يفهم شكون اللي قاعدين يعطينا فيه القرض هذيا. البنك الاوروبي هذيا كان متخصص يشتغل اساسا في اوروبا حتى الوقتاش، حتى للثوره. بعد الثورة نجم نقولوا اللي الممولين الأجانب الكل تلموا مع بعضهم وعملوا شبه كارتيل، معناها بارتنريا دو دوفيل، شراكة دوفيل، صححنا عليه احنا وقتها في وقت البيجي قايد السبسي، ودخل وقتها دونك البنك الأوروبي هذا ينشط في تونس وفي المغرب وفي الأردن وفي مصر، في مصر أقل شوية. اهتمامه الأساسي شنو؟ اهتمامه هو برنامج تسهيل التبادل، ليشانج، معناها ليشانج فوكاليزاسيون على ليزيشانج كوميرسيو، تسهيل ليزيشانج كوميرسيو هذوما. وراء الفلسفه هذيا فما مفهوم اللي هو مفهوم الامن الغذائي اللي احنا معتمدينه في تونس، واللي هو على نقيض مفهوم السياده الغذائيه اللي احنا اليوم وقت اللي نطرحوا اشكاليات كيما هكا يلزمنا نحطوا في مخنا اللي راهو عندنا ان شانجمون، ان فيراج فيما يخص سياساتنا الفلاحيه والغذائيه يلزمنا ناخذوه، يلزمنا نخرجوا من مفهوم الامن الغذائي ونتوجهوا نحو مفهوم السياده الغذائيه. مفهوم الامن الغذائي شو يقول لك؟ يقول لك اللي كان يحكي فيه توا هيثم بالضبط، تشري المستحقات نتاع الحاجات اللي حاجتك بيهم تشريهم من الخارج، من اقل بلاد الكلفه نتاع الانتاج فيها تكون ضعيفه، وتبيع الشيء اللي انت قادر تنجو في تونس تبيعه لبرا. يعني لا لوجيك هو انه تونس تستثمر في المواد الغذائيه اللي قادره تبيعها لبرا احسن الاسواق، اساسا الدقله، البرتقال، زيت الزيتونه، وتستورد الحاجات الاخرى من اوكرانيا ومن روسيا كيما القمح والشعير، ولا من 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 البرازيل والارجنتين وكل كيما اللحم والحاجات كيما هكا. هاللوجيك هذيا نتاع الامن الغذائي هي اللي خلاتنا
نهمشوا تماما الفلاحة المعاشية متاعنا، المنظومات الأساسية اللي هما القمح، الشعير، اللحوم البيضاء والحمراء، الألبان، ونركزوا على الاستثمار ولا تسهيل الاستثمار في المواد اللي هي كمالية كما زيت الزيتون والبرتقال وكل. دونك المشكله من قبل في السياسات العموميه نتاعنا، لكن من جراء معناها الكوفيد في مرحله اولى ومن بعد الحرب هذية تعمقت وولات ازمه كبيره وواضحه للعيان اكثر. والازمه راهي في نفس الوقت مشكله لكن في نفس الوقت فرصه، وقت اللي احنا نخدموا مخاخنا شويه ونعاودوا ننظروا للمنظومه هذيا ونعاودوا نحاولوا نلقاو حلول، والحلول راهي موجوده معناها تو بعد في الاخر نتعرضوا لها، اما راهو إلي طان باش نعيدوا النظر في جمله سياساتنا الفلاحيه والغذائيه الزوز. نرجع لك توا على الاشكاليات الكبرى. الاشكاليات الكبرى المتعلقه بالحكايه هذه هي عندنا اولا اشكاليه معناها في كيقولوا انتاج الحبوب، عندنا الارض، المشكله نتاع الارض معناها انه الاراضي تشتت ولات الملكيات صغيره والفلاح ما عادش خالط، واذا كان عنده 3 هكتارات 4 هكتارات ما ينجمش يقاوم. عندنا احتكار كبير للاراضي من عند الدوله، معناها مناطق كيما سليانه كيما 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 قروين كيما بون، معناها عندك الدوله تملك هناشر كبار ياسر، وسياستها في الهناشر هذيا هي انها تجيب استثمار للهناشر مش تعطيها للفلاح، فما فرق كبير ما بين تعامل الفلاح مع قطاع الفلاحة ومع تعامل المستثمر في قطاع الفلاحة. المسألة الثالثة اللي هي الزريعة، تو نرجع نحكيو عليها من بعد، جست باش نعطي مقاربة حطوا في مخكم اللي راهو كل ما نصدروه من دقلة نور من تونس الفالور متاعو القيمة متاعو عام على عام نشريو بها زريعة، باش تعرفوا الكلفه نتاع الزريعه علينا احنا مش كان القمح جمله الزريعه، لكن سي ان فري بروبليم بالنسبه لينا احنا اليوم التوانسه، على خاطر ما عادش عندنا الامكانيه نتاع ان الفلاح وحده يوفر زريعته ويبدلها، معناها يبدل ما بين الفلاحه وينوعها ويعملها هكا التاقلم ومع التغير المناخي ومع الوضعيه اللي هو فيها اتسيتيرا. دونك فما هذوما الحاجات الثلاثه، وفما زاد التمويل نتاع القطاع الفلاحي اللي راهو في تونس انه جمله المنح والامتيازات وكل شيء تمشي كما قلت لكم من الاول للقطاعات الفلاحيه اللي هي مواجهه للتصدير، وقت اللي المواجهه للاستهلاك المحلي قاعد يصير عليها ضغط كبير كبير ياسر لدرجه انه الفلاح ولا ينتج بالخساره، القمح، الحليب، العظم، الحاجات هذوما الاساسيه قاعدين ينتجوا فيهم بالخساره، فما زاد مشكله نتاع احتكار تو بتيتر نجموا نتعرضوا لها من بعد. دونك باش نوصل للي نحب نوصله، فما عنا اون ريفورم كبيره ياسر لازمها تتعمل، والريفورم هذه ما تنجم تتعمل الا مع الفلاحه مش ضد الفلاحه، وفما حلول لازمها تتلقى على مستوى طريقه الانتاج، دعم الانتاج، ولكن زاده على مستوى الاستهلاك وكيفاش يصير الاستهلاك وشنو هو نستهلكه في تونس. زاده حبيت نربط زاده بفكره واحده اخرى اللي هي نعتبرها اساسيه، هي احنا انه احنا في تونس باش معناها بور فير رابيدمون من الستينات تم اتخاذ قرار انه تونس معناها في اطار سياسه التشغيل وقتها وكل شيء انه الشهاري في تونس تكون ضعيفه، وعلى ذلك تعمل صندوق دعم المواد الغذائيه الاساسيه وصندوق دعم المحروقات، على اعتبار انه وقت اللي شهاري ضعيفه الناس لازمها كمان تلقى ما تاكل، ما كانش خاصه في المدن الناس باش تثور. دونك تعمل الصندوق لاكيس دو كومبونساسيون، صندوق التعويض هذايا اللي هو يعوض للمستهلك الاستهلاك نتاعو نتاع المواد الغذائيه الاساسيه. لا لوجيك هذايا خليت انه اليوم لو فيت اللي احنا شهرين اضعاف ياسر ولا ميزه مقارنه على مستوى الاسواق العالميه، يجي لتونس راهو شهري ضعاف، يجا يا مستثمر يا اجنبي رانا احنا المراه هوني كي تخدم في الفلاحه ولا كي تخدم في معمل راهي تخلص شويه. اوغ لا كيس دو كومبونساسيون اليوم هذيا ما عادش خالطه، ولا دايوغ نجمو نحكيو شويه على المشكله نتاعها من بعد بلوتاغ، وحلنا فيها اللوجيك هذيا وقت اللي احنا من المفروض ما ندعموش الاستهلاك، ندعمو الفلاح،
باش ينتج المواد الغذائيه. دونك هذا فما زاد المشكله هذه نتاع ان ماشيين نزيدوا ندعموا في الاستهلاك وقت اللي احنا في حاجه ان ندعموا الانتاج نتاعنا مش الاستهلاك نتاعنا. اش معناها ندعموا الانتاج؟ هذا حق على الفلاح، حق للفلاح، معناها انه انت تعاون على خاطر ما تنساش راهو الفلاح الوظيفه الاجتماعيه نتاعو توفير الغذاء، معناها ماهيش حاجه، ماهيش حاجه عرضيه، حاجه اساسيه ومركزيه ونجم نقولوا سياد، مش نجم نقول سياديه، هي حاجه سياديه. وقت اللي بلاد تاكل من وراء البحر راهي نهارت اللي يقوم حرب تصير لها ازمه، وعمرها ما هي باش تنجم تحل الازمه هذه بقرض اخر، خاطر القرض هذا نتاع 150 مليون سامحني سؤال للحكومه اللي صحت عليه، باش تخلصوا بالفلاح بالزيت ولا بالبرتقال ولا بالدقله ولا بالطماطم؟ وقت اللي احنا نلقاو رواحنا سيستماتيكمون من عام لعام عندنا دي كريز سيستميك، معناها كل عام عندنا كريز، كل عام في حاجه. عام اسبانيا الصابه نتاعها باهيه في زيت الزيتونه، احنا هوني ما عادش نجمو نسقو زيت الزيتونه. عام ايطاليا عندها صابه في الطماطم، احنا هوني فلاحه نتاعنا توحل في بيعان الطماطم، القناريه اللي ما نعرف شنو الكل. ورغم ذلك الدوله نتاعنا ماشيه وتزيد تستثمر في نفس المفهوم اللي هو حكيت عليه من الاول نتاع الامن الغذائي، وقت اللي لازمها complètement de politique. وقت اللي زاد فما بلدان اللي هي نجم تقول دفعتنا لسياسه الامن الغذائي اليوم تراجعت، هي ولات مركزه مع السياده الغذائيه نتاعها. نذكر منها فرنسا على سبيل الذكر، ما مش كان فرنسا دوك سي ان ديزيكيليبر جينيرال اللي يخلي زاد من ناحيه اخرى الفلاح وقت اللي رغم انه هو عنده هالوظيفه الاجتماعيه والسياديه الكبيره نتاع توفير الغذاء، هو في الاخر يلقى روحه ديما في اسفل المنظومه، الضغط ديما عليه، قد ما تتعمق الازمه قد ما الفلاح يزيد هو اللي يلقى روحه في وجه الازمه، لدرجه انه حتى اليوم القروضات نتاع الفلاحه ما عادش نعرفوهم قداش وما عادش عندنا فكره عليهم، خاطر من الاول كان يتسلف من عند البنكه، بعد البنكه ما عادش تعطي. البنك الفلاحي مثلا راهو مقعد يمول القطاع الفلاحي كان نسبة 12% من تمويلاته، وقت اللي هو بنك تعمل بفلوس الفلاحة في الأصل. ومنين يقترض الفلاح؟ يقترض شوية من العائلة، هاو بيع نعجيت، هاو بيع الكاميونة، يكردي من عند التاجر اللي يبيع له في المستلزمات الفلاحية، معناه يبيع له في الزريعة ويبيع له في المستلزمات الأخرى، يكردي من عنده عام كامل، وبعد في آخر العام تجي الميسرة خلص كريديته، ما يفطنش اللي هو خاسر على خاطر يلقى روحه في الاخر شويه عنده شويه فلوس، مي اون فيت هاك الفلوس هذوكم ما يساويوش الخدمه نتاعو، حتى المهنه نتاعو معناها راهي ما عادش قاعد يخلص عليها الفلاح. وقت اللي انت الوضعيه نتاع الفلاحه نتاعك هكاك، عندك اون ريزولتانت اللي نعيشوا فيها من الستينات لليوم، اللي هي الناس تسيب الفلاحه وتخرج من الارياف وتتجه للمدن، وهذاك اللي يخلي الحزام نتاع المدن ولا برشا، معناها عندنا كثافه سكانيه كبيره، وفي نفس الوقت الارياف تتهمش وتتفقر وما عادش قادره انها تنتج و و و. هذا بعجالة الحوصلة العامة، فما عدة نقاط نجمو نتعرضوا لهم بالحاجة بالحاجة باش نفهموا غالمو الإشكالية، أما اللي حبيت نركز عليه على الآخر اللي راهو السياسة هذية متاع الاقتراض مدخلتنا في حيط، معناها على عدة مستويات مش فقط في الفلاحة، في بلوزيور سيكتور. أما الفلاحة هي أكثر حاجة خطيرة، خاطر أنت وقت اللي ما عادش تلقى الناس باش تاكل، معناها شنو آخرتها؟ باهي ليلى، مهم جدا يعني حلت السؤال الايمن، الاقتراض، سياسه الاقتراض. هل انه ساعه احنا فعلا معناها نجم نحكيه على سياسه اقتراض في تونس في القطاع الفلاحي؟ وشنو يتمثل القرض هذا معناها الاخراني اللي خذيناه؟ هل معناها يستحق انه معناها كل اللغو والكلام اللي يتقال عليه معناها باش نقعدوا في السياسات طبعا الغذائيه، ولكن سياسه الاقتراض هذايا في تونس وين هزتنا معناها؟ هي يمكن نكمل على الحديث اللي كانت تقول فيه ليلى، هي معناتها يمكن مش موافق برشا ان نقولوا سياسه الاقتراض، خاطر معناتها مش سياسه، ما قررناش معناتها الدوله وقفت قررت قالت تو باش نعتمدوا الاقتراض، هي بالعكس هي نتيجه
نتيجة معناتها السياسات والتوجهات قديمة، وخاصة زاد نتيجة الهيمنة، الهيمنة متاع قوى متاع اللي موجودة في العالم، اللي هي بشتى طرق خلت أن دول الجنوب، خاطر تونس زادة معناتها لازم نعرفوا اللي تونس مش مختلفة برشا على الدول الجنوب الأخرى، معناتها كلهم في نفس الوضعية وكلهم يقترضوا، لكن يعني الدول المهيمنة خلت معناتها نجم نحكوا على الحقبة الاستعمارية كيفاش أنه كنا مستعمرين في وقت معين، وفي خروجنا من الاستعمار كيف كيف تحطينا في إطار متاع باش تبني بلادك لازمك تاخذ قرض، خاطر ما عندكش فلوس. ممسي فما دول توجهت في وقت معين لأني خمت قالت أنه باش نبني الدولة متاعي بالفلوس متاعي الموجودة، معناتها نحكوا على معناتها الأوتو سنتر ديفلوبمنت، معناتها سامحوني نسيت الكلمة بالعربية، يعني أنه معناتها التطور متاعنا باش يكون متمركز على الذات، متمركز على الإمكانيات متاعنا. مثلا نعرفوا اللي تونس مثلا تنتج قمح، ننتجوا قمح، ومثلا تونس تنجم تعمل حاجة معينة نعملها باش نعملوا بها ننجو بها ثروة ونطوروا البلاد، لكن في الوقت هذاك معناتها ما كانش قرار سيادي وقتها من الدولة التونسية، أما فما تقسيم عالمي مثلا للعمل، فما تقسيم عالمي للسوق، شنو الدول هذه لازم تنتج وشنو لازم تستورد، تحطينا كما برشا دول أخرى في إطار متاع أن لازمنا أن نصدروا لي برودوي اللي كانت تحكي عليهم ليلى، زيت زيتون، القوارص والدقله، نصدروهم معناتها للمارشي العالمي اللي احنا ما نقروش فيه لي بري اللي قاعدين نبيعوا بهم، لانه معناتها سا دي بوم لي زاليا الموجودين، وفي نفس الوقت نستوردوا مثلا لي سيريال الكل. بالطريقه هذه معناتها تم خلق التبعيه تاع الدوله التونسيه، كيف ما نعاود ديما نذكر كما برشا دول اخرى لدول الشمال، والتبعيه هذه ما تنجمش تكسرها بقروض، لان القروض هي التعميق للتبعيه هذه. يمكن الطريقه الوحيده اللي تنجم تكسر بها التبعيه هي انك تتلفت الفلاحين اللي عندنا في تونس، ومش باللازم تدعمهم خاطر موافق هيثم في الكلام حق. كمل معاك أيمن، القرض هذا كما قلنا هو ماشي الديوان الحبوب، ديوان الحبوب هو آلية ولا هيكل معناها تم وضعه مع كما ديوان الزيت وكما غيره، يعني من الدواوين اللي تعملت وقتها لي في سياسة في لحية. وين اليوم ديوان الحبوب؟ مع سامعين انه غاطس في مشاكل هيكليه كبيره، وهل معناها هل تم التراجع؟ معناها نفهموا انه تم ولا فما نيه نوعا ما لانه يوصل ديوان الحبوب وما شبهه الى الازمه الكبيره هذه اللي ضربته؟ هو في نفس معناتها السياق اللي كنا نحكوا فيه، بالطبيعه ديوان الحبوب في ازمه، معناتها الازمه بتاعه متواصله من معناتها في اطار السياسات هذه تم خلق الازمه بتاع ليلى نزلك شوي ما مساج يعني ديوان الحبوب تحط في اطار من الاول انه باش يكون في ازمه، يعني معناتها كيفاش نفسرها، خلق ديوان الحبوب كان في الأول حاجة باهية، معناتها الفكرة كانت محترمة، لكن في وقت معين جبدنا البساط من تحته، ما عادش فهم تمويلات، نحينا المسؤوليات اللي كانت عنده وعطيناه الخواص. في الوقت هذاك بالطبيعة معناتها باش يفلس معناتها ديوان الحبوب. نتعدل هيثم، تو حكينا على أزمة ديوان الحبوب، ولكن زاد ديما في مفهومنا كي نحكيه على السيادة الغذائية والأمن الغذائي، كي نحكيه على الأمن الغذائي، هل اليوم الفلاح التونسي ولا الفلاحة التونسية
قادرة إذا كان منحبش نقول نسكروا على رواحنا ولكن نقصوا شوية من الارتهان للخارج، هل قادرين أن باش نحقوا السيادة الغذائية في تونس؟ وكان تحكينا شنية القطاعات هذية وخاصة فيش قاعدة تعاني الفلاحة مش في الحبوب بركة، حتى في الماشية، في تربية الماشية، في الحليب، في اللحوم. الموضوع ذي لازم صحيح. بالنسبة لي نحن أول حاجة أو الهدف متاعنا ساعة كما الهدف الأولاني متاع السلطة قالت نصلوا نعملوا اكتفاء الذاتي متاعنا في القمح الصلب اللي هو قاعدين نستهلكوا 12 مليون، معناها باش نجموا نوصلوا الحقيقة تاريخيا وصلنا ظهر لي عامين بركة وصلنا عملنا اكتفاءنا الذاتي في القمح الصلب، الباقي كل ديما ناقصين، نقصوا شوية نقصوا برشا ونزيدوا نتعبوا برشا خاصة أننا نستوردوا القمح اللين كل، فهمتني؟ بالنسبة لاكتفائنا الذاتي نجم نوصلوا له بحاجتين، الانتاجية اللي باش نحسنوا فيها بالقداء هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى تحبوا ولا تكروا لازمنا نقصوا من الاستهلاك متاعنا، استهلكوا برشا برشا قمح صلب، والأسعار والاستراتيجية متاع الدعم متاع الدولة خلت القمح الصلب متاعنا تخدم به السميد والمقارونة وكل شيء وتتباع بأسعار ضعيفة برشا، تشجع المهربين على باش يمشي جزء كبير من المنتوج للجزائر وليبيا، وحتى حاجات أخرى ولينا ثم دخلنا في إشكال آخر توا معناها في القمح الصلب بارابول لتربية الماشية، اصطدم المربين اصطدموا معناها بارتفاع رهيب للأعلاف، خلانا خلى الفلاح خاطر في مكثر الحالات الفلاح يكون في نفس الوقت مربي ولا ساعات يخزر زاد للمنتوج متاعه من القمح الصلب كي يلقاه أرخص من الأعلاف ولا يهندس شوية ويخلط ولا جزء 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 حتى معناها جزء من القمح الصلب ولا يمشي للعلفة، فهمتني؟ هذه حاجة زاد لازمها تتفاداها الدولة. احنا ساعة قبل كل شيء ساعة باش نحبوا ساعة الدولة تو نسمع فيهم يقولوا راه باش نعملوا استراتيجية، احنا ساعة كفلاح لا عمرنا كلمونا لا قالوا لنا حتى شيء باش نعملوا، ما تسمع ساعة وقررنا زراعة كذا 1000 هكتار وقررنا نكلم الفلاحة وقلنا يا اخي كلموكم قالوا لكم باش تزرعوا وتفهمتوا، قال ما كلمنا حد ما يكفيش تفهموا لو نعملوا، قررنا وقعت برمجة 300 ألف هكتار في المنطقة دي ما ثم حتى برجر بالزهر يقولوا بالزهر وبيصير له مفاجآت خاصة عام السنة باش تكون ثم مفاجآت، ما مفاجآت هي ثم جزء فيها جزء طيب وجزء مفاجآت رهيبة. به استراتيجية متاع الدولة ما ثمش تواصل مع الفلاح قبل كل شيء، ساعة أنت تحب تعمل الاكتفاء الذاتي القمح متاعك وين مش تحطه؟ احنا في بالك احنا طاقة الخزن متاعنا هي طاقة متاع عجرودة متاع لازم نجي طاقة عجرودة، علاش؟ خاطر الدولة هي الخزن في حدود 6-7 مليون، وانتي كنجم نلمهم ساعة كل ما بعضهم ما بين شعير وفارينة وقمح صلب 36 مليون ما شيء بعيد ياسر ياسر يا ودي، ما يساش نشوف القمح الصلب برك قمح صلب خدي عمل كاباسيتي دو ستوكاج متاع 12 مليون على الاقل انت باش نضمنوا قمحنا. هي استراتيجية كما فهمتوا علاش هي عاملة هكاك على خاطر ساعة أول حاجة جات بريود حلت على الخواص باش ينجموا يخدموا بعد زاد تسكرت عليهم مضبينا تحل على الخواص باش يكثروا من اللي سيلو ويكثروا طاقة خزن ضعيفة ياسر، وهي كانت تعمل ديما باش تفهم الدولة هذية كانت تعمل ديما على التوريد، خاطر التوريد كيفاش يعني حاجتنا كاباسيتي صغيره لي باتو بالنسبه للقمح اللين كنشوفوا ساعه توا كل جمعه جمعتين لازم يجي باتو، كل ديما ثم باتو نتاع 250 الف طرناطه لازم كل جمعه جمعتين يجي، وتوا تغسرت ياسر الدوله اش خلاها كان كي لا قدر الله راهو كي تلقاو المشاكل راهو نتاع الخبز وكل شيء راهو خاطر التزويد نتاع الفرينه الكوش راهو ناقص على خاطر ثم باتو عمل ريتار، خاطر احنا نستهلكوا في الفرينه 1 مليون قنطار معناها لازمنا بطو بطوات اللي يجونا بطوات صغار 250 الف طرناطة معناها لازمنا من الاخر اوموين بطو كل 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 جمعه لازم يجي لتونس يوخر بطو تنقص الفرينه ما عندناش كاباسيتي كبير. وحاجه اخرى بالنسبه للقمح الصلب رانا بالنسبه لباجه وولايه خاصه باجه وماتر
قادرين نحسنوا برشا برشا من الانتاجيه نتاعنا. يعني عندنا منتجيه راهي كبيره وعندنا فلاحه تبارك الله عليهم وفلاحه راهو باش نعطيكم ساعه رقم ساعه ساعه ديما يقولوا والله يخزر الانتاجيه في اوروبا هاو 100 و195 واخزر احنا الانتاجيه في تونس راهو ذي راهي مغالطه راهو يغلطوا فيكم ثم اشكال انه احنا كي يحكيوا على الفلاح الاوروبي خاصه في اوكرانيا وفي يحكيوا على القمح اللين راهو يحكيوا على الانتاجية في قمح اللين هي توصل اما راهو بالنسبه للقمح الصلب بالنسبه لنا احنا التوانسة بالنسبه نقول لك بيجا مثلا الانتاجية نتاعها راهي قريبه ياسر من فرنسا وحتى من بلدان امريكا الشماليه قريبه. يعني نعطيكم ساعة رقم باش يفاجئكم انتاج 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 تونس من القمح الصلب يمثل 2% من الانتاج العالمي يعني بالنسبه لبلاد بلاد كيما تونس بلاد صغيره معناها انتاج كبير يتسمى 2% ديما يتارجح ما بين 1 و2% انا راهو من 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 ما نهمشوش نقولوا راهو الفلاحه مش قاعده فلاحه اما ثم حاجه واحده باش نجموا نوصلوا لي روندمون اللي موجودين في الاوروب نقربوا لهم ونجموا حتى نفوتوهم راهو هو ثم المياه. المياه احنا حاجتنا تو كيما بيجا احنا نمشي القمح نتاعنا يمشي خارق العاده في اكتوبر في نوفمبر نزرعوا نوفمبر ديسمبر الارض كحله تشد الماء تقاوم جانفي فيفري حاجتنا بحاجه واحده الري التكميلي كان نوصلوا نعملوا الري التكميلي في نتاع معناها ساكوتين معناها نتاع افريل ما فان مارس وافريل راو لي روندمون باش يكونوا خارقين العاده معناها الاكتفاء الذاتي ناكده لك احنا في بيجا كان جا عندنا ري تكميلي احنا سنا انتجنا زوز ملايين و200 الف قنطار من القمح الصلب ناكد لك كان سقيناه من الاخر ساكوتين بركه 3.5 نجيبوه 3.5 نجيبوه مش خاطر عباد تصرف وما نحكيلكش راو جو كبير احنا في بيجا القمح موسم كرة وإحنا موسم فلاحي نشيخوا عليه معناها ثم ديو ديبار نتعاملوا مع الطقس نخدموا ياسر حقيقة على الانترنت والمتغيرات في معناها نتاع الطقس وواحد شيء ونخدموا ديما نعرف وقتش نعطيوا الأسندة عندنا أهم حاجة زادة في بيجا نعملوا تداول زراعي نعملوه برشا مش كما بعض الولايات الأخرى تعبت ديما قمح على قمح على فشعير احنا نعملوا الليجوميناز نعملوا التورنسول النوع وش خلي ديما صابت القمح نتاعنا ديما به أما ديما تنقصها الماء كان نقول لك معناها بيجا راي دايره بها ثلاثه برجات ترو براج يمثلوا تقريبا 30% من الماء في تونس ولكن الماء هذايا ما ناخذ منه حتى شيء انا بيرسونيلمون من فيرمتي بعيده 2 كيلومتر على براج كساب ونخزر له ما يمسوا حتى حد الماء ما كساب ما يمسوا حتى حد صحيح ثم عندنا الماء لازم نوفروه كل شيء لا ما باش باش نوصل للاكتفاء الذاتي نتاع قمح الصلب اللي هي حاجه خارقه كبيره برشا راهو لازمنا نغامروا شويه ونمشي وشويه صحيح توا ثم جفاف كل شيء راهو جايين بقدره ربي راهو جايين امطار وتو تتعاود تتعبى لي براج كي تعاود تعبى لي براج انت حضر الكاناليزاسيون نتاعك باش نجم تعطي الري التكميلي للواحد خاطر انا مناش خايف تو اون فوا وفات الحرب ولموا دبشاتهم وراوحوا سايي راهو باش يكوروا بينا والله ما يكوروا بينا معناها ما شي يعملوا فينا وين انا 150 ولا 160 يعني انا نجيبوا فيه من كذا كذا السياسه تكون واضحه ونعطيك مثال صغير احنا تو انا مش نزرع القمح احنا في الصيف ما نعرفوش قداش نبيعوا ما قالولناش الله اعلم انت والوضع كان وقفت الحرب باش تكون سوم كان ما وقفتش الحرب باش تكون سوم انت كان باش يجيك عام صعب احنا تعرفوا وزاره الفلاحه اش تعمل لنا وزاره الفلاحه باش تقرر الاسعار نتاع القمح لازمهم يثبتوا في الـ في الـ في البريفيوم كان يجي العام صعب نقص لهم في السوم كان يجي العام ناقص زيدوا في السوم معناها لازم تخليكم في الفقر ما لازمش تخرجوا ياسر فهمتني وبرشا مشاكل احنا زاد معنا مشاكل زاد تربيه الماشي مش قلت الحليب تو مشكله كبيره ياسر معناها هيثم سامحني تو مؤخرا يعني حتى الحكايه وصلت حتى ال خذيت منحة تتبعات قضائية وكذا شفنا برشا مربي ماشية يوجهوا في الماشية متاعهم للحدود للجزائر علاش حقهم
يا اخي هي سامحني احنا تو كيما حكيت ليلى حكينا على الدور الاجتماعي للفلاح انه ماهوش فقط مستثمر في المجال الفلاحي وانما عنده معناها مسؤوليه اخلاقيه نوعا ما. لا هي نفهمها لك بون ثم التهريب ثم شويه خطر عليه راهو نفهمكم شويه الحكايه شنو هي صايره تو في التهريب احنا سورتو كي تحل الحدود مع الجزائر ونجي الفلاح يصطدم بسعر حليب معناها يضحك معناها ما الفلاح يبيع في الحليب نتاعو بدينار و120 دينار و110 دينار و130 وانتاجيه نتاع الابقار الحلوب نتاعنا انتاجيه ضعيفه ضعيفه برشا مقارنه بالحقيقه بالبلدان الاخرى ونلقاو سعر اعلى العلفه سي نورمال غليت على خاطر مكشوف انت المايس والسوجا والشعير بيدو فهمتني غلاه برشا في السوق العالميه معناها العلفه لازمها لو علفه توصلنا ب 135 140 دينار هذوركم بيعوا في الحليب دينار و100 وهي ثم ينراجل ما حبوش يلتزموا بها هي ثم بسعر الحليب قلنا لهم راهو في كل دول العالم سعر الحليب مربوط بالعلفه غليت العلفه يغلى الحليب اخويا كي يرخص العلفه نرخص في الحليب ما عندنا حتى مشكله قلنا معناها فما 1.2 هو سهل كيلو كيلو العلفه كيلو العلفه لازم 1.2 يجي سوم الحليب معناها كي تبيع لي انت دينار العلفه لازم الحليب نتاعي بدينار و200 الوغ تو العلفه تو الكيلو بدينار و400 معناها نورمالمون الفلاح باش يلقى كرامته لازم يبيع ب 1680 تو يبيع ب 1140 في احسن حالات 1140 معناها ثم 500 فرنك نسميها ديما دعم من الفلاح دعم مش من الفلاح راهو هذوما الفلاح هذوما مربين صغار معناها عندهم بقره وبقرتين وثلاثه خاطر نعطيكم فكره راهو الحليب الدومي اكريمي اللي تسالكوا فيه صدقوني والله ما ثم حتى فلاح يفوت 6-7 بقرات اللي يوفر لكم فيها كلهم فلاحه صغار معناها التكز شنو مش ما فماش خدامه معناها ثم الدار والدار بجنبها ديما الكوري لاصق فيها الكوري والمراه الراجل يخدم في الفلاحه ولا يخدم في خدمه اخرى والمراه يقول لك المراه الحليبات نتاع المراه فهمتني هي اللي تلهب البقرات نتاعها وزاد هي تخليها تحفظ لها كرامتها في ديارها تربي صغارها وتلهب البقرات وتعمل جو على كل الحليبات والشهريه بالاخر اللي هي قضاوا لها عليها مسكينه احنا كلها بقرتين ثلاثه انت هذوكم يا رسول الله هذوكم الفقراء هذوكم يعاونوا فينا احنا مش معقول حاجه تحشم احنا صدمه في 12 ماي صدمه احنا وزير الفلاحه قال لنا راه صاي 300 400 فرنك زلنا نشوفوا ثم زياده 300 ولا 400 ما مشى القصر وجاج وجه ملخلخ قال ما ثماش زياده ما ثماش لازم المواطن زوالي لازم نشربوا الحليب يا اخي راهم الزواول هما ينجوا الحليب مش اللي يستهلكوا في الحليب راه مقمه راهم الزواول راه على الاخر من بعد شنو عملت الدوله جات من مضحكات هذه راهو حاجه تضحك علاقه الدوله بالمصانع الاعلاف به مصانع الاعلاف شفنا معناها كي تشوف راك تدخل شويه على جوجل تشوف المايس والسوجا واحنا العلفه البقر معناها لازمها باش تعطي الحليب لازمها عندها فيها المايس والسوجا لهبوا لبرا معامل مصانع الاعلاف كانت قبل تربح صحيح تو غليت لها وحلت جاتهم وقت عملوا زياده ذيك ب 30 دينار في القنطار 300 الف في التورنات جات صدمه هبط عليهم اوامر قالك لا الزياده ذي تنحيها وانا متاكد نعرف انا حسب بالحسابات كمشي نحياها هما ديما يخدموا بالخساره هكاك دونك هما باش يعملوا هم لي فورمول نتاع الوحدات لازم تتبدل لازم نزيد نقصوا من المايس والسوجا وزيد الشعير مايس نقص مايس سوجا دونك الفورمول نتاع العلفه ماشيه وتهلكش خليت باش نرجع لك على فاز التهريب هذه اش خليت البقر ما عادش احنا البقره اللي تحلب لازمها بقره تكون جويده ومزيانه فهمتي باش تحلب خاطر اون فوا البقره سمنت ما عادش تنتج برشا حليب وزيد حتى تولي عندها مشاكل في الفيرتيليتي نتاعها فهمتني تولي هذاك احنا العلفه نتاعنا ولات فوق كلها شعير والفلاح ولا يهرب من الشعير ولا يهرب من العلفه اللي يشري فيها هذه العلفه المغشوشه نسميها يعني قاعده رجعت نفس الصوم زعما ب 140 دينار اما ما فيهاش المايس والسوجا اللي حاشتنا به ما عادش يبقى انتاجيه في العلفه هذيك شو ولا يعمل هو الفلاح ما عادش يشري العلفه ما عادش يشريها برشا وشو مش يعمل ولا ياخذ ما هو ميم طون راه فلاح ولا ياخذ في طرف الفول
والقمح نتاعه ويخلط وحده ويوكلها. زادت البقره سمنت وزاد الحليب نقص. وش خلينا تو ما فماش حليب تو ما فماش حليب على خاطر لا احتكار لا حتى شيء. انتم كان تشدوا باي باك وحليب وتشوفوا ديما دات فابريكاسيون تلقاوها عند 11 يوم ولا 12 يوم اللي خرجت من المعمل وماشي باش تطيح. راه زيد نتصور انا معناها شهر ونص اخرين باش تلقى الحليبات نتاع ولت البارح باش يجيوا عندك في الكوجين. معناها شيء وذا راني وصلت قلتوا من قبل واش خلاها البقرات يسمنوا وما عادش ينتجوا. لازم يمشيوا للحم. اللحم شكون ياكل اللحم؟ الجزيرية ياكلوا اللحم. دونك الفلاح يبيعوا للتجار والتجار ما ينجموش يبيعوا في تونس باللي قدش يبيعوا باللي دونك يهربوا للجزائر. الجزائر ديما الموس واللحم خاطر الجزيرية. راه باش نكونوا واضحين باش تفهموا حاجه. راه قداش التوانسه خدامه والمراه التونسيه قداش خدامه. راي مناضله تعرف في بكره تربيه الابقار الحلوب راي حاجه مهنه متعبه ياسر. نعطيك اكزامبل راه الجزيريه والليبيه ما يخدموهاش. راه بني حاجه انا يقول لي الجزيريه يقول لك عندك تراب وعندك عيش ما تربش. يقول لي انا نحلب البقره مستحيل تهلك لي يديا مستحيل ما يعملوا يخدموهاش. احنا المراه التونسيه تنتج في الحليب معناها حاجه متعبه برشا. ومن بعد هذا نكافيوها بالخساره. يطمنك بالخير هاي طمنتنا معنا ليلى. باش نرجع معاك ليلى. تعرضنا في كلامنا لي يعني محاولات خلنا نبداو نحاولوا شوية نشوفوا بوادر نحبهاش الكلمة الخروج من عنق الزجاجة. أما كي باش نبداو نحاولوا نتحسوا طريقنا معنا طريق النجاة على الأقل من المشاكل الهيكلية هذي اللي تضرب القطاع الفلاحي. باش نفتحوا المجال للنقاش وباش تاخذوا وقتكم ماذا بينا كان ما تخليها للنقاش من فضلك. سالش شكرا شكرا. لا مازال عندك. لا كان ما حضرتش معانا قبل من فضلك. لا يعيشك. مازال قريب ربع ساعة نكمل النقاش ومن بعد نفتحوا المجال للحضور باش يتكلموا باه تنجم تعقب عليه. تستنينا معنا نكملوا المحور الأخير ومن بعد تاخذ الكلمة. شكرا. لا ما تخلنيش في الحلول الاقتراحات هذه. شكرا يعطيك الصحة. شكرا. ليلى نرجع اي بون نرجع لصب الموضوع وبعد نحكي شوية على البديل. موصلناش البديل مازلنا موصلناش البديل. حبيت نحكي لك على هل اليوم وضعية تشتيت الأراضي في تونس المسائل اللي يحكي عليها مثلا ندرة المياه هل قادرين احنا اليوم باش نواجه التحديات هذية مع الواقع هذية الخاص خلينا من الحرب وخلينا من العوامل الخارجية علينا. احنا قادرين نواجه العوامل هذية المشاكل هذية لو كان اما في كل الحالات ما هوش القرض من نوع هذية اللي باش يعطينا حلول. علاش خاطر هو الموضوع هو كان الريزيليانس وفي علاقة بالقرض هذية. انا حبيت جوست نقول كلمة على القرض هذية باش واحد يبدا فاهم لو شنو باش يصلح القرض باش نجيبوا به دونك قمح من برا باش نجيبوا به زريعة وحاجتين اخرين اللي هما لا ريفو نتاع اللوجيستيك معناها شويه الهيكله اللوجستيه نتاع خاطر القرض هذا راهو موجه لديوان الحبوب ماهوش للسياسه الفلاحيه نتاعنا. ديوان الحبوب في حد ذاته وفيه برنامج نتاع مرافقه فنيه وسوا ديزون اون اتيود نتاع شين دو فالور وكل شيء. الهدف وقت اللي تقرا الكونتينو نتاع التقديم نتاع القرض هذايا يقول لك سي لا ترانسفورماسيون تحويل l'office de céréales en une entreprise commerciale. وهذه حاجه ما تقالتش في الحصه وانا يظهر لي مهم انها تتقال في الحصه. معناها المطروح بالقرض هذايا هو تحويل ديوان الحبوب الى شركه تجاريه. داكوردو هل شركه تجاريه باش تحل لنا المشاكل اللي كنا نحكيو فيهم؟ لا قطعا لا. هل باش تخلص القرض نتاعها؟ ما نتصورش. نرجع توا للمشاكل المتعلقه بالسياسه الفلاحيه نتاعنا وكيفيه الخروج من الازمه اللي احنا فيها. فما حاجه اساسيه اللي تكلم عليها هيثم اللي هي ربط ربط سعر البيع بكلفه الانتاج. وقت اللي الفلاح ينتج بالخساره ما ينجمش يقاوم والفلاحه نتاعنا كلها ما تنجمش تقاوم. دونك يلزم اون سوليوشن اللي تعاود تربط السعر نتاع البيوع نتاع عند الفلاح
بكلفة الإنتاج متاعه. وهذا شنو يفترض؟ يفترض أنه المواطن يكون قادر أنه يشري بالسعر الجديد هذايا. على خاطر بتادر هيثم ما توسعش يصير في الموضوع، من المشكلة اللي صارت في الحليب راهو ولفات اللي ما زادوش في السعر نتاع الحليب جاي على خاطر زادة فما فلاحة أخرين منجين أخرين اللي هما تحركوا ضد الترسيع في كل في سعر العلفة. والحاجة الأخرى زاد اللي ما قالهاش هيثم هو أنه نفس الشركة اللي تبيع العلفة للفلاحة الصغار هذوما هي بدأت تشري من عندهم الحليب، يعني مرهون الفلاح بطريقة هذية، مرهون الفلاح. وهوني زاد عندك شركات كبيرة اللي هي ما اللي هي عندها الاحتكار ذي والمونوبول ذي اللي ما تنشطش فقط في القطاع الفلاحي، تنشط سورتو في التجارة وفي البنوك. دوك يا توت ان سيستيم اللي هو يزمو يتفرك واللي يلزم يتكسر، مش يتفرك، يتكسر يتدقدق يتنحى من البلاد، على خاطر هذوكم جثمين على انفسنا احنا، الشهارة والفلاحة والناس اللي تخدم بالطريقة المهمشة والنساء اللي تخدم في الفلاحة والكل، هذوكم الدم متاعهم يتمص من الاربع شركات هذوما والخمس شركات هذوما والاربع عائلات هذوما والكارتيل هذا خلينا نعطيوه اسمه. دونك لا سوليوشن كومونس بار لا ديستركسيون تاع الكارتيل هذا، اون دي سوليوشن معناها باب من البيبان. الحاجه الاخرى اللي هي اعاده توجيه الموارد للفلاحه المعاشيه، حكي على الماء، حكينا على الزريعه، هذوما زوز حاجات لازم الفلاحه ترجع تسترجعهم، والارض زاده لازم ترجع للفلاحه. شنو معناها انت بلاد معناها دوله محتكره 500000 هكتار، هذا اللي قعد من الاراضي الدوليه على خاطر في الاصل فوق المليون هكتار، توزعوا على اليمين وعلى اليسار زبونيه وحكايات كيما هكا، اش تعمل بيهم الاراضي هذوما الدوله؟ علاه ما تعطيهمش للفلاحه، خاصه للفلاحه الصغار والنساء اللي تنشط في الفلاحه في حد ذاتهم؟ علاش ماهوش عند الفلاح الارض هذيا؟ علاش مش عند الفلاح؟ فما مش ندخل في الاراضي الاشتراكيه وفي الاشكاليه المراعي وفي اشكاليه تربيه الماعز وتربيه البل، على خاطر احنا ثقافتنا الاستهلاكيه تبدلت زاده، خاطر البقر اللي يحكي عليهم هيثم راهم البقر هذوما مستورده، وهذاك علاش لازمهم ياكلوا العلفه المستورده وقت اللي احنا المناخ نتاعنا مش ما نجموش نزرعوا فيه الصوجه والمايس بالطريقه هذيك. دونك يفو غوفوار شنو ما لي برودوي اللي ننتجوا فيهم وشنو ما لي برودوي نستهلكوا فيهم. احنا في البلاد نتاعنا وفي المناخ نتاعنا عندنا مصلحه انه نرجعوا نستهلكوا الحيوانات اللي هي تتربى بطريقه اسلم في المناخ نتاعنا، واللي العلفه نتاعها كيف كيف قادرين أن ننجوها محليا. أنا ريت فلاحة في الزيبوزيد يعلفوا بالمقرونة، يشري المقرونة يعلف بها النعجات أرخص من العارفة، بتبيع أرخص له برشا من العارفة. شنو معناها نعجتك في المقرونة؟ الخارطة الفلاحية، حبيت نحكي كلمة على الخارطة الفلاحية. احنا الخارطة الفلاحية متاعنا مشيت اهترقت، معناها ما عادش عندنا حتى رؤية للخارطة الفلاحية. احنا لوجنا برشا على الخارطة الفلاحية، عطيونا خارطة فلاحية خنحلوها، ما عادش فما خارطة فلاحية. ولا عندك تروف لقشيت شوية في بوزيد تمشي يقول لك يعطيك شوية الخارطة الفلاحية متاعه، وتمشي وطن القبلة يعطيك بلزوما، أما ما عندناش خارطة فلاحية وطنية لتأمن غذاء المواطن. وإحنا عندنا مناخ صعيب، صحيح ينجم يوصل ينتج مواد غذائية بالقدا، لكن لازم التعامل معاه بانتباه، يزمك تاخذ بعين الاعتبار الشح المائي، يزمك تاخذ بعين الاعتبار لي سبيس ولا لي فاريتي لوكال، وتخدم على التأقلم نتاعهم، ويكون عندك بحث علمي باش تحصل المردودية نتاع الحاجات هذوما. كي نحكي مثلا عن القمح، فما انواع نتاع قمح محليه، صحيح ما طيحش ياسر قمح، اما طيح برشا علف، طيح برشا معناها سبوله تطلع، احنا في حاجه ليها سبوله هذيك، وفي نفس الوقت ما تستهلكش برشا دويات وما تستهلكش برشا ماء وتتاقلم مع المناخ. في حاجه انه الباحثين يركزوا مع هذوما الاصناف المحليه هذيا، ويعملوا يقوموا باعاده ادماجها في الخارطه الفلاحيه وتنويعها وتسيتيرا، باش ينجموا نلقاو هكا التوازن. في حاجه زاده انه نخرجوا من اللوجيك نتاع التخصص الفلاحي، ناخذ اكزامبل كيما نتاع الكابون،
ازرع البرتقال ازرع البرتقال ازرع البرتقال لين اليوم الفلاحه البرتقال ما عادش يجي بسومه، الطبقه المهيه مشيت، الارض في حد ذاتها تلوثت الى درجه انها ما عادش تنتج. وقت اللي هو في الكابون كان فما منظومه انتاجيه متنوعه ترتكز على الانتاج العائلي وتوفر منتوجات متنوعه، معناها من لي زيبيس من الفاحات حتى للحليب الغلة معناها فما اون ديفيرسيتي اللي يسمها تتوجد محليا، ويلزمك زادة تربط الانتاج المحلي بالاستهلاك المحلي وبالثقافة الاستهلاكية المحلية. ها فما بلدان متقدمة تخدم على الثقافة الاستهلاكية متاعها، يعني توجه الاستهلاك متاعها بطريقة واحدة بطريقة معناها تخدم عليه. مثلا شفنا في فرنسا في فترة الثمانينات التسعينات انه بما انه فرنسا استثمرت برشا في الحليب، ولا تقول المواطنين نتاعها استهلكوا برشا حليب استهلكوا برشا حليب استهلكوا برشا ياغورت. بعد التضح اللي راهو البشر كيما الثدييات الكل ما حاجتوش باش يستهلك الكم الهائل هذاك بالحليب، حاجته باش يستهلك حليب هو في الصغير كيما الري التكميلي، الحليب التكميلي وقت هو صغير اكاهو، ما حاجتكش باش تزيد تنتج هاك الكم الهائل نتاع الحليب وقت اللي انت المواطن ما حاجتوش به. حاجه اخرى، ما نحكيوش على القيمة الغذائية متاع المواد هذي، شنية القيمة الغذائية متاع القمح اللين مقارنة بالقمح الصلب؟ باش نعطيكم شوية الديفيسيت العجز فيما يخص الحبوب متاعنا، كما كنا نحكيو قبيلة في القمح الصلب on s'en sort plus ou moins bien، من 2012-2016 عندنا ديفيسيت متاع 40%، في الشعير عندنا ديفيسيت متاع 50%، في القلب قمح اللين عندنا ديفيسيت بتاع 80% اللي هو الخبز. إذا نحكي لك بين 2012 و 2016 هذوما الأرقام الأساسية. الناس الكبار الفلاحة الكبار حتى في أقصى الجنوب كي تمشي تحكي معهم يقول لك احنا قبل عندنا عام صعبة، عام صعبة، عام عجرودة، عام زمة. في العام الصابة الناس كل ترمي الشعير، الناس الكل ترمي، حتى في تطاوين الناس ترمي الشعير وتحصد الشعير وتخزن على مدى 3 سنين في القصور. كان نعطي الاكزامبل بتاع تطاوين. الشعير حاجة احنا كانت في نظامنا الغذائي اساسية، الماعز كان اساسي، البل كان اساسي، هذوكم الحاجات المتأقلمة مع مناخنا. والريتم متاعنا ما هوش ريتم متاع كل عام، ريتم متاع كل 3 سنين 4 سنين. دوك نقراو حسابنا، الماء نوجهوه للمواد الغذائية الأساسية. احنا اليوم كنت قارن معناها الدقلة قديش تستهلك ماء، راهي الدقلة تستهلك ياسر 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 ماء مقارنة بالقمح وبالشعير. علاش نسقي في الدقلة لهالدرجة هذه؟ علاش نجيبه في الزيتون السبانيوري اللي هو سقوي، واللي معناها نون سولمون نجيبو زيتون سبانيوري مي اون بليس الارض نعطيوها للمستثمر اللي هو باش ينتج الزيتون السبانيوري ويصدر لبرا، نعطيوه الارض، نعطيوه الماء، نعطيوه الدعم والمنح والامتيازات باش هو يصدر باش من بعد نجيبو القمح. وعلاش ما خدمناش القمح والشعير احنا من الاول؟ تو سامبلومون يظهر لي هذا هو اي والاصلاح الزراعي. ما نعرفش كان حكيت عليه على قضيه الارض، معناها يلفو غوفوار لا كارت اغريكول، ويلزم اصلاح زراعي حقيقي، يلزم الارض ترجع للفلاحه ونخرجوا من اللوجيك نتاع الاحتكار نتاع الاراضي ونعاودوا نوجهوا كامل امكانياتنا الانتاجيه للمواد الغذائيه المعاشيه اللي احنا حاجتنا بهم محليا في لوجيك نتاع اكتفاء ذاتي اولا، وما زاد عن حاجتنا توا وقتها نسقوه لبرا. اما ما تجيش انت تعطيه باش ينتج الفريز ويبيع لبرا، معناها فوالا يفو سورتير دو سيت لوجيك لا. باهي ليلى يعطيك الصحه، معناها يعني الفكره هذه تقريبا نتاع ان الطبق الرئيسي نستوردوه من برا والغله نصدروها احنا. اي من هنا كي نحكيو على بعد خاصة بعد النقاط اللي أثارتها ليلى، هل الحديث على حتى أسلاح زراعي على مجال الأراضي هل ما يعني ماهيش نوعا ما
قفزة في المجهول أو إذا كان باش نحطوا تغيير على السياسات الفلاحية، مش مغامرة ربما تنجم ترجع علينا بالمذرة، هل فعلا قادرين نحن اليوم باش نرجع ونحكيه على اكتفاء ذاتي وعلى سيادة غذائية في هالسياق المتغير هذا والمتحرك زيادة؟ مش كأننا قاعدين نحلموا برشا معناها. هي يمكن الارجومون تاع ان نحلموا برشا هو الارجومون تاع معناتها السائد اللي هو موجود برشا من معناتها من قبل اللي ياسر، فما معناتها الحديث اللي قاعد يتحكى اوتوبيست برشا باش نبدلوا باش نعملوا اصلاح زراعي والحاجات هذه كلها، فما تخويف من السلطه للمواطنين والمواطنات وخاصه للفلاح، اللي حتى الفلاحة بعد حتى كي تحكي مع هيثم حكينا قبل انهم الفلاحة زادوا ولوا يتخوفوا من برشا مطالب من برشا حاجات. مثلا كي باش نحكوا على الاصلاح الزراعي هو خطوة مهمة ومهمة جدا اذا حبينا نعملوا اي تغيير، انه نعرفوا تو معناتها كان تحكي ليلى على الاراضي الدولية شنو حالتها الفلاحة، كي باش نحكوا على خاطر من قبل نحكوا على فلاحة ولازم نقولوا الفلاحة اللي قاعدين نحكوا فيهم اللي هم ينجوا للسوق المحلية هم فلاحة غالبا يملكوا أقل من 5 هكتارات، معناتها اللي نحكوا عليهم اللي يعملوا في زيتون اسبانيوري كلهم فقط للتصدير، معناتها اللي يعملوا في الغلة في سيدي بوزيد للتصدير، لكن الفلاحة اللي يعطوا للسوق المحلية هم الفلاحة اللي عندهم أقل من 5 هكتارات. ومن المهم أنه يتم تدعيم الفلاحة هذوما بوسائل الانتاج، بان نعطوهم وسائل الانتاج نتاعهم باش ينتجوا لنا غذاء معناتها غذاء بكونتيتي كافيه باش نجموا نوصلوا للاكتفاء الذاتي. وما فماش ريسك كبير اذا حبينا، ممسي صارت فما برشا تجارب في تونس من بعد الاستقلال حتى للتو صارت بعض التجارب في ان نعاودوا نقسموا الارض، لكن إعادة التقسيم هذيك إذا نجم نسموها هكا كانت وراها نية سياسية معينة اللي هي متوجهة في فكر أنه الإنتاج الفلاحي هو معناته إنتاج لازم يجيب فلوس، لكن الفكرة الأساسية إنتاج الفلاحي هو الهدف متاعه أنه المواطنين والمواطنات في الرقعة الجغرافية هذه يأكلوا فقط، بعد إذا فما فلوس ما يسالش، لكن الأولاني هو لازمنا نأكله اللي هو هذا. حكينا على الدور متاع الفلاحين، لكن مش الفلاحين ينجموا يعملوا الدور متاعهم هذا، ما لازم يتم تمكينهم من وسائل الانتاج اللي حكينا عليهم. هم اول حاجة الارض، والارض مش معناتها 2 هكتارات، خاطر 2 هكتارات باش تنتج فيهم ما تنجمش تنتج وتربح، معناتها ما تنجمش تواصل تعيش. يعني التمكين من الارض، البذور حكينا عليهم، والماء والارض يتمشوا مع بعضهم. ونرجع وقتها للخارطة الفلاحية أو تصوير الخارطة الفلاحية في تونس كيفاش تعملت. تعملت على أساس أنه قررنا فما أماكن هذه باش تكون فقط للتصدير، نحكي على كابون قبل هيثم يحكي على كيفاش أنه الفلاحين والفلاحات في شمال الغربي في وسط البراجات وما عندهمش الماء، لأنه الماء متاع البراجات هذيك متوجه ديركتمون للشمال الشرقي، مش معناتها مشكلة جهوية، لكن في نية أن خاطر غادي لازم ننجو القوارص باش يتم تصديرها، يعني مش حتى للمارشي لوكال، في هدف واضح للتصدير. يعني نشوفوا مثلا الفلاحة في الشمال الغربي عندهم الأرض لكن الماء مش موجود بكل نية، معناتها هو قرار سياسي تسطر أنه المواطنين هذوما كفلاحة ما يعنولناش برشا، خاطرهم يمكن ما يشاركوش في الاكونومي، مش مستثمرين كما قالت ليلى، خاطر الهدف هو توا معناتها السياسة الفلاحية هي متجهة في سياسة تشجع الاستثمار. وقت اللي نقولوا استثمار مش معناها فلاحة صغار، لأنه حتى من وقت بورقيبة اعتبر هو من الأول أنه الفلاحة صغار مش هم قادرين أنهم ينجوا، والفلاحة صغار هذوما لازمهم يا يتطوروا يا يعملوا حاجة أخرى، وإلا نعوضهم بالمستثمرين، واللي هو قاعد يصير معناتها من وقتها حتى للتو. وكما قالت ليلى معناتها المستثمر اللي هو معناتها كي نقول مستثمر معناتها انسان عنده راس مال، دونك هو انسان راس مالي نجم نقولوا، عنده معناها فلوس. الدوله في نفس الاطار تزيد تمكنه من وسائل الانتاج، مثلا نحكوا على الاراضي الدوليه متاع الدوله يتم تسويقها للمستثمرين الكبار، يعطوهم تكرهها معناتها بحد شيء على 99 عام تستثمر فيها، والدولة تزيد تشجعك
تعطيك قروضات، تعطيك برشا حاجات. في نفس الوقت عندك فلاحة صغار اللي هما زادة لازم نفكروا معتها بعضنا أنهم الفلاحة هم اللي يعرفوا ينجوا، اللي هما يعرفوا ينجوا بطريقة باهية على الأقل نحن كمستهلكين. الفلاح الصغير يعرف ينتج أقل استهلاك للمبيدات والحاجات الخطر. فما زاد الفلاحة على غالب ما تخسرنا سوفر فير هذا متاع البذور المحلية اللي هي تستهلك أقل ماء، اللي هي تتأقلم أكثر مع المناخ اللي عنا. لكن المستثمر ما يعرفش ينتج. المستثمر يتعامل مع الأرض كمصنع، والهدف منه هو إنتاج برودوي معين، ما يهمش ماكلة ولا مش ماكلة، الهدف متاعه أنه يعمل ثروة فقط. أعطيك الصحة أيمن، نكمله مع هيثم قبل ما نفتح الكلمة للحضور. هيثم، يعني في إطار بحثنا عن بداية حلول، هل العودة للزريعة العربي اللي نسميها احنا يعني نجم تمثل حل قادرة على أنها تعطي إنتاجية باهية؟ شنو يحب الفلاح؟ والله الموضوع ذير، أنا في صلب، أنا معنا نزرع القمح حتوى عندي 23 سنة، 23 صابة، وكنت نتبع معنا كل مني زرعنا الكريم والرزاق ونزرع حتوى الأصناف، برشا أصناف حتوى موجودة. أخزر ثم حاجتين هما، ثم راو مناطق إنتاج، توا مناطق إنتاج كما باجة ماطر، هذوما بلايس ينتجوا مليح. هذوما الأصناف المحلية اللي يقولوا لهم الأصناف القديمة وكل شيء يحكيوا عليهم صحيح، الإنتاجية متاحهم ضعيفة برشا بارابور للقمح اللي نزرعوه توا، أما بون يقولوا راو ما معناها ما يستهلكوا أقل ما يستهلكوا أقل ما بون صحيح، أما من الآخر حتى كي يجيه الماء راو ما ينجمش يعطي إنتاجية. إحنا خطر إحنا نحب نوصل راو نحكيو على اكتفاء ذاتي، معناها ساعة خاصة في القمح الصلب، معناها أعطيني ساعة باش نزيد في الكونتيتي متاع القمح اللي ننشو. الروندمون بار هكتار، الروندمون باش نعطيك حاجة صحيح، هذوما نجموا نجربوهم في مناطق كيما القروان، يمكن سليانة نجموا. اما بالنسبه للباجه واحد راه باش نعطيو كل حقه، راهو ثم معناها ثم عباد تخدم وثم اصناف معناها جديده، معناها قاعدين يهبطوا، معناها نقول لك انا انراتسون والذهبي هذوما خدموهم توانسه، معناها خبراء توانسه، ومعناها تبارك الله عليهم وعاطين مردوديه طيبه وطيبه جدا، فهمتني؟ وزيد حتى راهو باش نقول لك حاجه، راهو حتى اللي يخدموا حتى في معناها في استهلاكهم المبيدات وكل شيء. انا نعطيك اكزامبل، انا مثلا نقول لك حاجه، اللي نزرع مثلا القمح، مثلا قمح منستير، هذا معناها منستير هذا واحد تونسي ما يخدمه في فرنسا، قمح فرنساوي خدمه تونسي وسماه على اسم بلاده وجابهونا ونخدمه به، صدقني نزرع فيه في باجة وما نستهلكش فيه حتى مبيد فطري، صدقني. معناها الفونجيسيد زيرو. منستير معناها كيما منستير هذا معناها جاي من فرنسا، وعندنا نصر مثلا تونسي مخدوم ويبيعوا فيه توا سدا كيف ما يستهلكش دي فونجيسيد. بون حاجه اخرى بالنسبه حكيت راه اخزر نحكي تجربه، راه القمح ما يزموش على ياسر، القمح باش يعطيني قمح لازمك ديما قصير، ما خاطر القمح هك التصويره نتاع بورقيبه وسيله مع كسابلات الفوقانين هذوكم، فهمتي؟ ديما يعدونا فيها يقول اخذ القمح كيفاش كان هذيك، كي القمح يعلى ياسر نندب وجهي انا، ما خاطر عرفت علاش شنو يصير، على خاطر القمح راه احنا نعيش، القمح ما يزموش عليه لي، خاطر القمح الفلاح ساعات مساكن يعطيه برشا اسمده كل شيء، حتى الاسمده يزمك واحده باش ترد بالك ما تعليوش ياسر، على خاطر انت شيخ عليهم، انا ثم فلاح ناقصين خبره كي يجي من الاول يعطي اسمده وكل شيء ويبدا شيخ بها كل بارسيل، تبدا في جانفي مسكره سكرت ودنسيتي قويه وشيخ عليها، ويقول سنا هو اللي باش يخلص ديونه باش تتنفنف امه. من بعد نقول له نرى في شهر افريل ريت الطبه ذيك باش ترقد كل خاطر تعلى، خاطر لازمنا ندوزوا مليح. توا شنو هما لي فاريتي توا اللي جدد يخبوا فيهم التوانسه، ولا حتى ثم بعض لي فاريتي المستورده اللي قاعدين يخبوا فيهم في باجه، فهمتني؟ لي فاريتي لازمها تكون قصيره
باش تعطيني روندمون خير. واهم حاجه انا بالنسبه لي كفلاح ديما نلوج لي فاريتي اللي ما يمرضوليش بالروي والسبتريوز وخاصه البيتان هذو وهذوما ثم معناها ثم ثم عباد بون طلعت توا حكايه هذه الحبوب المحليه كل شيء راهو حاجه مخترة معناها كي باش نجيو نوليو نبيعوا معناها عباد ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش خاطر باش نوصل باش نوصل نعملوا زريعه نقعدوا سنوات سنوات راه ما يجيش عبد كالكون كيجيب هكا ويقول هذه راهو مدري شنية عنده ويبيعوا العباد ويبيعوا باسعار غاليه زاده كل شيء. ان التجربه ذيك احنا في باجا ماناش معناش حقيقه معناش خاطر انتاجيه هكا شفت المنتجيه باجا الاولى في الوحده قلت لكم طالبين ساكوتين في الربيع وتشوفوا العرض. يعطيك الصحة هيثم يعطيكم الصحة يعني الانترفيو تاعنا اليوم باش نفتحوا المجال للتفاعل مع الحضور ومن بعد نرجع زاد ناخذوا الإجابات فناخذوا شكون ناخذوا ليستا تاع مدخلات خليني نأكد ساعة أنه رانا باش يعني ماذا بينا تكون أسئلة حتى كان فما نية متاع مداخلة ماذا بينا تصيغوها في سؤال يعني باش نستنفع ونخليه الفرصة بعد باش يعني لزانترفنو متاعنا يجاوبوا وتحصل الفايدة. صاير توا بعلاقة باللي كنتم دوما الخريطة الفلاحية وغيرها حاولنا للأسف تبعية ما وقفتش عند إشل ولا خود قرض انتبعوا تقريبا في السياسة نتاعها وقت جي فرنسا تقول زون تاع بريطانيا راهي مشغولة لكذا والأخرى مشغولة لكذا والأخرى مشغولة لكذا وما إسيد نفس الشيء هاي على تونس هاي بيش نعمل فيها بيش نعمل فيها المسألة ما هيش هي فما جانب هام جدا اللي هو معهد دراسة ورشاش نشوفوا زاد الناس التوانسة اش خدموا في دي زاني قداش من حاجات مشيت للتطبيق ودخلت في الدورة ولا ما دخلتش. اليوم نقطة الضعف نتاع المؤسسة الفلاحية يعني ضيعة الفلاحية سواء تكون متاع الدولة ولا متاع خواص المشكلة الأول متاعها هي الملكية. إذا الوراثة أكثر مش على الرأس حتى مشروع ما تنجم تعمل وتنجم تكون عندك الإمكانيات الماء موجود والآخر موجود وفي الآخر تطرح تشتعمل. اليوم قدام هالوضع هذا فما منزلقات نهم لازم نقف وانا نحكي لك في 73 74 مش معناها ما قعدتش نتبع في اللي صاير ما كانتش فما سوجا وما كانتش لي فاريتي نتاع البوفان اللي يجيبوا فيهم باغاي من برا راهي هذه تعطي قداش من لتر في العام ايه واش تاكل بابا الى راجل سامبل pour avoir une vache il faut avoir un hectare de verdure. Le verdure, on ne l'importe pas. On la produit sur place.
وإذا البقرة قاعدة تشحم على خاطر وليت مربوطة ويجزنوا فيها عاش عشو فيها في وضع عاش عشو عاش عشو أولادها ولو عاش عشو فيها هي نقول هو يخزر لها العم وقديش من زلزار خذا الملمة واللي ثم المشكل مربوط في حاجة أساسية هل حافظنا على التنوع البيولوجي أم لا المنظومة الفلاحية هي مربوطة بالمنظومة الطبيعية بما فيها المناخ وقت يجي ألمانيا في السنوات السبعينات مش بعيد تعمل بروجي في سجنان وتقول يلي عشعش في العجول متاعو يجيبوا يسرح عندنا وما يخلص كان حسب كيلوات اللحم اللي خذاهم لأن اللغز في الحكاية الكل شنو هي لونيتي فوراجير اللي هو كيلو شعير هذاك يقيسوا به التغذية بالنسبة للحيوانات لموانشير هي اللي يمشي يسرح ياكلها بفمه إذا ولات أزرع وأحصد وجيب وأعطيها المعمل اللي يدبر راسه فيها ويدور ماكينته كذا ما تخلط للعلوش ولا للبقرة ولا اللي تحب أنت إلا ما ولات سومها مرتين وثلاثة المجال هو احترام التنوع البيولوجي و يفو كومبوزي افيك لا ناتور يفو با اتر كونتر لا ناتور اي جو سوي بريف ا سو نيفو لا شكرا سي عادل يعطيك الصحه عندي ليست اوليه هنا زكريا فما السلامة بون توا دبخ الديبا هذا معناها اللي هو تري تري بيان معناها وسورتو توا في الاكتواليتي هذه اللي نعيشو فيها تري نيسيسير معناها بور افوار لي زيدي كرير حاز ما فهمت توا يا تخوا تيب دو كريز اما اون كريز كرونيك اللي هي اللي حكينا عليها معناها الموديل ايكونوميك والموديل اغريكول نتاعنا نحنا اللي جو تروف كو معناها جاوبتو بالكدي معناها على لي زاسبي نتاعها على لي بروبليم اللي فيها و دي سوليوشن معناها تري تونابل اللي حكيتو عليها مي فما بور موا دو زوتر كريز اللي كي نون با ايتي معناها ريبريزونتي في ديبا هذايا اللي هي الكريز ايغو اللي نعيشو فيها تو معناها نتاع المانك هذايا معناها نتاع ليكيديتي نتاع البلاد اي دونك المانك نتاع لابروفيزيونمون اللي موجود شنو هما لي ستوك اللي موجودين تو عندنا وقتاش ينجموا يوفيو لي ستوك هذوما اي كيل استراتيجي اون بو فير معناها بور ايفيتي هالمانك ايغو اللي هو اي بي اتر تري دانجرو على ليشيل ناسيونال كي بو معناها ينجم يولي دي تروبل سوسيو ينجم يولي برشا معناها حاجات خايبين معناها عليها اي لا معناها لا دوزيام كريز اللي بتاتر نقصا شويه معناها ما حكيناش عليها هي لا كريز فيتور كي فا اريفي ساشان كو تونس سورا معناها هي ولا افريك دو سود من اول البلدان في العالم اللي باش يتقص عليهم الماء دو للريشوفمون كليماتيك ودو للابويزمون ديال النابه فرياتيك نتاعنا كيس كون بريبار بور دون 10 ans quand il n'y aura plus mai في تونس شنو باش نعملوا وقتها استكو باش نخلطوا نحفروا للناب البيان نجبدوا الماء اللي موجود غاديك استكو اون فا فير دي بروجي دو ديسالينيزاسيون pour compenser le manque d'eau هذيك دونك هذيا بلوتو ان لي دو اسبي لي ماذا بين معناها نشوف ليكسبيرتيز نتاعكم فيها هي بارابور على كريز ايغو هذيا اللي عايشينها توا ان 2023 كومون اون فا جيري 2023 باللي مانك اللي عندنا اي لا كريز نتاع في لي زاني 30 وقت اللي ان يورا بلو دو ان تونيزي كيس كون فا فير شكرا علاش غادي نتاخذوا في اوكي ما خلينا نزيدوا الثالث باهي عبد الحميد عبد الحميد كمون انا اعتبر انه مساله الفلاحه معناها اذا نحبوا ننظموا بالاقتصاد بتاعنا لازم نصلحوا الفلاحه بتاعنا سي سيور ونذكر حتى توماس سانكارا جاء مره في الثمانينات قال من غير معقول انه بلاد عندها 90% من البوبولاسيون نتاعها فلاحه ماهيش قادره باش تكفي الاحتياجات نتاعها
من باه السؤال نتاعي بالنسبه اذا نمشيو في استراتيجيه نتاع اصلاح زراعي دونك مروا كيما نقولوا هل تشوفوا الكيستيون الليله وايمن هل تشوفوا انه الباساج من الديولوجي اكتويل اللي هي الامن الغذائي للسياده الغذائيه حل معناه تمرحل وشنو اولويات معني شنو الحوايج اللي ناخذهم الخطوات الاولويه ناخذهم باش نجمو نمهدو تيران من الباساج هذاك وشكرا. سؤال رابع ثالث بلوتو ومن بعد نجاوبو ونكملو عن مي العبيدي. مي العبيدي. باهي انا حبيت نحكي على الفلاح وضعيه الفلاح في جندوبه بويسك انا الوالد فلاح في جندوبه وانا عندي شويه هكا معلومات صغيره شنو المشاكل غادي كان بالضبط ابار نقص المياه اللي حكي عليه ايمن اللي هي جندوبه نورمالمون اكثر ولايه يظهر لي يصب فيها الشتاء اللي هي غريبه انه ما فهمش معناها ما فهمش اراضي سقوي برشا ما الفلاح معناها الارض ما عادش رونتابل بيسك ما فهمش ما الفلاح في جندوبه في تونس الكل يمشي ياخذ بذور بسوم غالي اللي هي البذور ديجا ماهيش قاعده تتطور نفس النوعيه بقاتيك ما نفسها قاعده موجود ياخذها غاليه يزيد يشري لامونيتر غالي ومن بعد كي يجيب شي يبيع للدوله يحبوا ياخذوا من عنده برخيص معناها الدوله ماهيش قاعده كيفاش توفر في مناخ باهي للفلاح باش ينتج باش تكثر الانتاجيه الفلاح توا في جندوبه شو عليهم يبيع الارض باي سوم ويهبط للعاصمه هذه هي المشكل الكبير في جندوبه معناها انت باش تخدم ارضك باش تلقى روحك تصرف عليها اكثر من اللي تدخل فلوس سيتوتا في نورمال باش تخلي بلادك وباش تخلي ارضك وباش تجي لتونس هذه هي الوضعيه اللي حبيت نحكي عليها ميرسي. باهي ماذا بيا نزيد خاطر ابارامون فما ليستا فما اسامي تزادت في راس اوكي مش عندي هنا في الحسبه محمد علي حيدري اوكي اول حاجه عالسلامه صوتي مسامح اول حاجه حاب نشكر نوايت على الفكره هذيا خاطر الموضوع بالرسم انتريسون عندي برشا ما حضرتش في فيرمو حسيت روحي عرفت برشا معلومات ما نعرفهمش قبل انا نقرا طلب حقوق اول حاجه ونحب نذكر لي انا شخصيا نمن اللي في البلاد هذيا القوانين ديما كانت هي اللي تصنع تغيير بورقيبه خلق تغييرات بقوانين اي نظام كان يحب ياسس الحاجه كان ديما يعمل قوانين ما 10 سنين ما سمعناش قوانين في العركه في مسنوب على الفلاحه ولا على التمشي اللي نحب نشوفوه سنه ثالثه حقوق خاص نقراو التعريف القانوني للفلاح وفما صراع كبير موجود في الدكترين في القانون اسكو الفلاح سيتان كوميرسون ولا الفلاح فلاح ماهوش كوميرسون فقه القضايا عارف الفلاح انه ماهوش كوميرسون وانا نحب نسال كيف وزت كوميرسون ما تحب تخدم معناها تحب تدخل فلوس تعيش من الفلاحه ولا هوايتك ايه تحب تعيش مالوريزمون الدولة التونسية تتعامل مع الفلاح على انهم يمارسوا في هواية معينة يمارسوا في فولكلور تقليد ما همش يمارسوا في حاجة ما نحنا كلنا نعيشوا بها تمس كل دار وكل بلاد وكل مكان للأسف زادة انه الفلاح التونسي كي تشوف انت الواجهة الاجتماعية اللي نتخيلوها في مخاخنا كل الفلاح التونسي ما هوش كيف نقوله نحنا معترف به ما ينجمش يكون عنده شريكة ما ينجمش الفلاح هو اللي يمشي ويطلع ويصدر ويشارك في الكمبيتيسيون ناسيونال انترناسيونال وحتى ناسيونال البرة في البخدوية متاعه ليه ديما تبقى انت موجود يجي رأس المال ولا يجي الشركة المعينة وهي اللي تستغلك فما فلاحة هما عملوا معمل متاع جو فما فلاحة بدأوا ما يعملوا في فلاحة ومشيوا وتطوروا ومشيوا هما ولاوا عملوا ماركة متاع حليب ديما ليه ديما
الانسان. انا ديما نرجع للطرح نتاع الاستاذ الهادي التيمومي نتاع انه التاجر البحار يمشي ويستغل الفلاح اللي هو قاعد صانع لو فالور اجوتي. سي سا سي لو مو لو فالور اجوتي في البلاد هذيا هي نحنا شنو ناكلو وباش نشربو غيره. ديما يمشي كيك. انا باش نخدم بسيط. انا من نابل, انا من جهه نابل, وفي نابل راهو كي تشوف فعنا معامل طماطم معروفين, عنا معامل نتاع جو معروفين, كي تجي تشوفهم معظمهم تلقى فيهم دي زاكسيونير اوروبيان كيما حكيتو, تلقاهم يستغلوا ياخذوا في البرودوي بسوم رخيصه ياسر. ومعظم الناس قاعده تبطل في الفلاحه, ولا حتى القوارص اللي حكيت عليهم انت راهم الناس كل قاربه منهم, والناس كل تقول لك ما عاش فيها. ونابل اللي الدولة استثمرت فيها واستثمرت فيها, راهو الأراضي متاحها ماشية وتتاكل. راهو نابل ما عاش فيها فلاح, كلها ماشية وتتبني من سليمان الحمامات. ما عادش فما أراضي واسعة, فما فيرمات صغار وقاعدة ماهيش رنطابل بالطريقة الباهية اللي تنجم تعمل علينا. إيه تعبت نابل يا خويا توريستيك ومحلاها وعلى البحر, إيه وباجة والقصرين وكل ذوكم, وتونس كاملة منين باش تاكل. انا نحسب من راسي محني اللي في 20 سنه القدام راه ما عادش باش نلقاو برقدين في تونس, وما عادش باش نلقاو قوارص في تونس كان نابل تكمل بالطريقه هذه. وشكرا. اوكي, مادام عندنا سؤال اخير مالا خلينا نكملوه. ليلى تحب تجاوب؟ ما في الليست عندي انا هوني, عندي نداء عبد القادر مثلا, كان فما إضافات في الليستة في رأس بالله زيدنا بلا. عسلامة, اسمي نداء عبد القادر, باحثة في الإيكولوجيا البحرية وأصيلة مدينة جمنة من ولاية قبلي. كان سمعت بجمنة هي التجربة متاع الأراضي الاشتراكية والتجربة الاقتصاد التضامن الاجتماعي. تو موسم التمور كما تعرفوا ناس كوليكا, وستاتويات كما تاع الفدل كعنا أحباء في الجريد ونفزاوة خلي يتفكرونا, لكن للأسف لا السلطة لا حتى واحد متفكر اللي موجودين غادي الفلاحة. سوم الدقلة ما نعرفش, كان تعرفوا قديش سوم الدقلة بالجملة ما نحكوش حق, ما نعرفش قديش يوصلكم لهني على خاطر ما نشريش من هني ومش مستعدة باش نشري. سوم الدقلة النور الصنف الأول أقل من 3 دينار. خلي عاد معناها كان هي بث معناها كعب وحده وإلا غيره. السلطة كالعادة يجي موسم التمر ولا الدقلة ما فماش حتى واحد يتحرك. يجوا نقولوا نحن الوسطاء اللي بعد باش يبيعوا للرجال الأعمال ويفرضوا على الفلاح أنه يبيع بسوم رخيص. يخاف الفلاح ان الدقله نتاعها تشيح في راس النخله ولا حاجه, دونك يبدا يضطر ان يبيع بسوم رخيص. اللي يجي الاول هذاك يمشوا به الناس كوليكا. في توزر كان تعرفوا اللي هي الدقله نتاعها ولا التمر نتاعها يطيب قبلي, دونك توزر تدخل للسوق نتاع التمر قبلي, وهذاك اللي باش يمشي به بعد سوم نتاع التمر الكل. صارت الأسبوع اللي فات وأسبوع هذا تنسيقية في قبلي, مش في قبلي بالضبط, معناها في المدن والقرى الصغيرة اللي تنتج التمر في جمنة البليدات. خرجت من بلاصة اسمها البليدات التنسيقية هذه, كانت فيها مجموعة من القرى وقرروا الفلاحة أنهم هم يحددوا سعر الدقلة. طبعا مش باش تكون بعيده برشا على اللي يتباع فيه, لكن حاولوا يحطوا نقولوا نحن محضر جلسه ويمشوا بالمحضر الجلسه هذايا. انا جيت اليوم حبيت نقول راه فما حاجه صايره غادي في الجنوب فيقوا بها, على خاطر فما حتى واحد باقي يحكي عليها, ما فما حتى اعلام باقي يسمع بهذا وباقي يعطي للمواطنين شنو هي صاير غادي. به قرروا أنها سوم الدقلة الصنف الأول باش يكون على الأقل معناها 4 دينارات, وباش يفرضوا أنها يكون بيع الصنف الأول كان للوكالات, معناها الوكالة باش تشري كان الصنف الأول ما تشريش أصناف أخرى لحماية للفلاح اللي باقي يخسر. راهو الفلاح مش باش يجي في الموسم هذا ويلقى الدقلة طابت وجوست يقطف ويبيع هكا, راهو فما برشا مغالطات وفما برشا حاجات
التوانسة للأسف مش عارفينها. رانا عام كامل بالحق نخدمه، عام كامل فلاح باقي يصرف من جيبه وراهو مش باقي يخلص على اللي يصرف عليه. معناها فما خدامة، فما قجوات باقية تتشرى، فما ناموسية، فما بلاستيك، فما ألف حاجة وحاجة، لكن هذي الكل ما فما حتى واحد باقي يدعم فيه، لا الدولة باقية تدعم فيه، لا حتى شيء، لا حتى الاتحاد الفلاحة، معنى اتحاد اتحاد الشغل ولا اتحاد الفلاحة. هذاك علاش المواطنين قرروا أنهم هم يقدموا الخطوة هذه وحدهم. فما كان تحبوا تمشوا تشوفوا الفيسبوك، معناها اكيد راكم انتم تعرفوا جمنا، تعرفوا الناشطين اللي في جمنا، امشوا ادخلوا الاستاتويات نتاع الفيسبوك نتاعهم تاو تشوفوا محضر الجلسه اللي فيه لي ديتاي الكوليكا اللي بالحق. معناها اني نفتخر ان الفلاحين والمواطنين يكونوا يد واحده. وشوفوا تصاور نتاع الاجتماعات اللي بالالاف والمئات ناس الكوليكا تلمت باش خرجت بالقرار هذايا. حكيت عن النخله بصفتي باحثه في الايكولوجيا، صحيح ايكولوجيا بحريه لكن زاد ايكولوجيا تطوريه. النخله راهي ماهيش تستهلك في برشا ماء كما قلتي، معناها النخله سيتان ايكوسيستم كامل. معناها راهو النخله ولا الواحات هي بلاصه منظومه كامله، منظومه بيئيه كامله تصنف معناها كبلاصه رمسار. كان تسمعوا بالاتفاقيه رمسار ولا حاجه، راهو فما في قبلي برشا الواحات معناها مصنفه هكا، راهي عندها بيوديفيرسيتي كامله. عندنا طيور المهاجره اللي تجينا من العالم وهي مهاجرة تجي غاديك للواحات، معناها كان باش نخسروا نحن النخلة. شوفوا شنو هي باش نخسروا، باش نخسروا الطيور هذه، باش نخسروا بيوديفيرسيتي كاملة، كلك سوا زواحف ولا حشرات ولا كيما تحبوا تسموها. الفلاح راهو مش باقي يزرع كان في النخلة، راهو فما ايكوسيستم كامل تحته، ينجم يحط الفصة، يحط اللي تحبوا عليه، معناها الحاجات اللي يحب ياكلهم يشريهم ما يلقاهمش في السوق، على خاطر مش كل شيء يوصلنا احنا غادي، راهو يلقاه الفلاح ويزرع الفلاح. هذايا هو، ما عنديش حتى سؤال، عندي مداخلة وعندي حبيت نوجه بالنظر غادي الجمنة وقبلي والبليدات وكل شيء، معناها غادي للفلاح الموجود غادي. وكان باش تجوا المهرجان دوزوا مرحبا بكم، مثالش باش تلقوا فلاحة يبيعوا ممكن بسوم أغلى شوي من 4 دينارات، 6 دينارات، 7 دينارات، ما تزيدوش طيحوا ياسر. معناها يعطيك الصحة ندى، شكرا. باهي نرجع توا للمتدخلين الرئيسيين تاعنا. كلمة ليكم، سمعتوا الأسئلة؟ انطلق، خذ الميكرو سيرتو، خذ الميكرو. كيستيون أخيرة في بالي، منزلنا باش نعملوا راوند أخرى بعد، شوفوا مع سي فراس. معناها عسلامة، نشكركم على الفرصة هذه. سليم الرغمي، تيجيون بريمير اني سيكل انجينيور في لينات. دونك مانيش قديم برشا في دومين الفلاحه. اخترت نمشي للدومين هذا خاطر بالرسمي ايمان مني انه تونس الفلاحه عندها دور كبير في النهوض بالاقتصاد نتاع تونس. اول حاجه نحب نبدا بها هي حكايه الماعز والابل اللي قلت ان لازم نرجعوا للعادات الغذائيه اللي تناسب الايكوسيستم تاعنا. الماعز والابل في الجنوب التونسي تلو مازالوا يمثلوا، معناها نقولوا احنا قاعده في العادات الغذائيه في الجنوب التونسي. حاجه اخرى، الدقله هي اللي تو عرجت عليها اختنا. الدقله قلت تستهلك برشا ماء، هي صحيح تستهلك برشا ماء، اكثر من الدوبل نتاع بريسك 12000 متر كوب في الهكتار، بارابور البلي يعمل 5000 متر كوب. الدقله صحيح تستهلك برشا ماء لكنها ملوطه كما قلت لك ايكوسيستم كامل. ثاني حاجه هي تمثل سيستم نجم نعرف بها سيستم سوكوفير فيجيتال، معناها تكون عندنا ديزيتاج، تكون عندك الدقله هيك تنتج لك برينسيبال مون دقله، لكن تحتها عندك ديزيسبيس اخرين، تنجم تكون كرموس، تنجم تكون عنب، تنجم تكون حتى بنانيه، وستعملت بنانيه في واحات نتاع قبلي. حاجه اخرى، صحيح السيستم النظام نتاع الفلاحه في تونس فيه خوار من ابتداء من السلطه حتى وصولا للفلاح، عندنا برشا مشاكل. حاجه قالها سي هيثم، قال نورمالمون حسب ما تفكر فيما يخص الروتاسيون نتاع الزراعات. عندي دراسه شفتها مده بيريود التالي،
فيها اللي أقل من 20% من الفلاحين في ولاية بيجة تحديدا يطبقوا ويابليك الريسبكت لاغوتاسيون، معناها زراعة متاحهم جنرالمون تكون بلي سيغ بلي. وقت اللي انت البي سيغ بلي اكثر حاجة تعب كتربة الون تيرم، وهيك علاش قاعدين نشوفوا في الـ في الـ في البروديكتيفيتي قاعدة تنقص. وحتى البروديكتيفيتي كي نشوفوها ماشي قاعدة تنقص، راهو خاطر قاعدين نزيدوا في الـ في الـ في الفيرتيليزون وفي الـ في الـ الأسمدة اللي قاعدين نستعملوا فيها. هذا الون تيرم شنو يعمل بالطبيعة؟ باش يتعب التربة، باش تولي بصفة عليك تستعمل اكثر ديفيرتيليزون، ومن بعد نجم توصل ان سيرتان مو الارض تولي ماش صار حجم للزراعة. حاجة أخرى، الأراضي اللي باش نحاولوا نوفروا الأمن الغذائي نتاعنا، عندنا برشا أراضي كما قلت أراضي محتكرتها الدولة. عندنا كل عام براتيكمون في الشمال الغربي كاو بريسك 400,000 هكتار أراضي أجريكول ماهيش مستغلة، 400,000 هكتار. نجم تخيلوا أنتم ال 400,000 هكتار هذ شنو نجم يعملونا. حاجة أخرى، حاجة أخيرة، في لي براتيك نتاع مثلا الفلاحه، برشا فلاحه نعرفهم يتشكاو من غلاء اسعار العلف، وحكينا زيد على اللي راهو العلف امبورتي، السولا والسوجا والمايس وكل شيء اللي راهو نقولوا احنا ما نعرفش. انا حسب اللي قريته انا في العلفه نتاع البوفان لازمك اونتر 25-30-40% تكون علفه كونسنتري، الباقي كل لازم يكون فوغاجير، معناها علفة حشيش، معناها علفة خضراء. وقت اللي انت انا مثلا كي ما نعرفش برشا بلايص في تونس الحق، لكن حسب اللي لاحظته في البيريود القصيره هذه انه عندنا برشا بلايص في متخاج صغير يعمل لك 4 و5 و6 بقرات. وقت اللي انت البرا من تونس عندك دي نورم لازمكش تفوتهم، يحددوا لك كل بقره قداش عندك مساحه لازم توفرها لها، وقانونيا ممنوع تربي بقر اذا كان ما عندكش مساحه هيك. في تونس نشوفوا فيهم في برشا ضواحي نتاع تونس ترى عبيت تربي بقر حاشاكم تاكل من الزبله الى غير ذلك، فهمت؟ وكما قلت انت راه حتى البقار هيكم راه ما تقولش البقار هيكم يربي فيهم العائلة، البقار هيكم منهم هما فهم شكون يمشي يوصل للمعامل الحليب، وهذا ياثر بالطبيعه على الكلفه نتاع الانتاج نتاع الحليب، وهيك علاش يولي بصيف عليه يبيعوا لك بالغالي. شكرا 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 للمتدخلين، الناس اللي سالت خاصه وجهت اسئله. ليلى غير اطاله باش نحاول ان نجاوب على برشا اسئله طرحت بطريقه انديريكت اترافير ليكزامبل تاع جمله، ودايوغ نشكرها صديقه من جمله اللي جبدت على جمله، خاطر افكتيفمون تعطيك صوره على الاشكاليات وزاد الحلول. اول حاجه جمله عملتها هي استرجعت الارض، وانا قبيله حكيت برشا على حكايه استرجاع الاراضي اللي فاءت الفلاحين، الارض هذيك كانت عند مستثمر و دونك القصه تعرفوها، لكن مفتاح من المفاتيح الاولى هي قضيه استرجاع الارض. وزكريا باش نبدا بالكريز فوتور باش نسيتك، وباش نحكي من بعد على الكريز ايغو اكتويل مربوطين ببعضهم على خاطر فما مثلا تاع ترانزيسيون. وجبنا من الاشكاليات الاساسيه نتاعها هي لا كريز نتاع الموديل ايكونوميك والموديل دو برودكسيون في حد ذاته من وين الانتاج. انت حكيت على الواحة بصفة عامة، لكن راهو فما فرق ما بين بالمغي وأوازيس. الأوازيس الواحة هي المنظومة هذيك اللي على 3 طوابق واللي فيها انتاج متنوع، وقبل حكيت على التنوع في الانتاج، نرجع للمنظومات هذية الإيكولوجية المركبة اللي فيها تنوع في الانتاج، ونخرج من التخصص لسبيسياليزاسيون كما جمنا بالذات اللي هي توسعات متاع دقلة نور فقط. معناها كي تقارن مثلا جمنا ولا واحد جمنا بواحد المنصورة ولا واحد دوز القديمة ولا واحد، يعني فما فرق كبير. هذيك كلها دقلة نور والأخرى فيها عدة أنواع متاع دقلة وفيها تحتها أنواع متاع إفكتيفمون يزمنا نرجع للطريقة القديمة متاع الخدمة ونقصوا من عدد الدقليات. مش في مصلحتنا أن نواصلوا توسعات وقت اللي احنا الاستهلاك قلت انت في 12,000، انا حسب في بالي 14,000 تقريبا كيلومتر متر كوب بار هكتار، راهي كبيره ياسر. وراه فما حاجه اسمها لامبرانت هيدريك، البصمه المائيه. كيف انت تصدر دقله راك تصدر في الماء وقت اللي انت بلاد في شح مائي. مش في مصلحتنا ان نزيدو نستغلو ونزيدو ننجو دقلة نور. دوك الترانزيسيون اش تتطلب؟ تتطلب ان نعاودو ننظرو في مناويل الانتاج اساسا، انه جمنا تعاود تخمم في الماء اللي عندها وفي الارض اللي عندها كيفاش نجم تستغلو، ما عادش تزيد تعمل توسعات
بار كونتر تستثمر في انتاج حاجات اخرى وفي تحويل الانتاج. مثلا الكريز مثلا الدقلة نجمو نخرجوا منها السكر، احنا نستوردوا في السكر، يلزمنا نرجعوا نحاودوا نخموا في كيفاش نجمو نستغلوا هكا الحاجه هذيك. مش كان السكر راهو الدقلة معناها النخلات، مش كان الدقلة والسكر، فما زاد برشا حاجات اخرين نجمو نستغلوهم من خلف حد ذاته. Donc la transition passe aussi par la revue du modèle de production, d'exploitation, où شنو الحاجات الاخرى اللي نجمو نستغلوها وكيفاش وشكون اللي يخدم، خاطر زاد في الواحة القديمة يخدموا الرجال ويخدموا النساء في التوسعات، تقريبا يخدموا كان الرجال، صحيح ولا غلط حاجة هذية؟ دونك زاد فما ليزيكيليب، الحاجات اللي ليزيكيليب من نوع هذية اللي لازم نعاودو نخمو فيها. فيما يخص لا كريز فيتور اللي جايه، دونك هذه لا ترانزيسيون هذيا راهي باش تاخذ وقت، لكن زاده باش تاخذ برشا مجهود. المجهود ما تتوقعوش انه باش يجي من الدوله، ما يجي من الدوله الا بالضغط نتاع الحراك الاجتماعي، خاطر الحراك الاجتماعي هو اللي طالب بتغيير المنوال اساسا، حتى كان مش عارف شنو معناها. هو راهو في لحظه وقت اللي يتحرك في ولاد جبرة، وقت اللي يتحرك ويقول لك رانا ما عادش قادرين، في اللحظه هذيك ماهوش متمثل شنو اللي لازم يتبدل، ما يزال ما يعرفش، أما راهو بشوية بشوية وتولي تعرف. اليوم في جملة يحكيه على تغيير المنوال الانتاج، في جملة يحكيه على تنويع الانتاج، وقت اللي تحركوا في جملة الناس ما كانوش يحكيه على الشيء ذاك، كانوا ملول يحكيه كان على الأرض، صحيح ولا غلط؟ دوك فما ان بروغريسيون اللي هي الحراك الاجتماعي عنده دور فيها، الفلاح عنده دور فيها، الجمعيات والباحثين والصحافة عندها دور فيها، باش تفرض على الدولة انها تعاود حساباتها وتعاود الحكايات هذوما الكل. نجي توا للكريز اكتويل ايغو، احنا بدينا الموضوع بقرض، اي بان لا كريز اكتويل ايغو الحل مفتاح نتاعها هي لا ريفو نتاع البوليتيك هذيا نتاع التداول والديون. انا حسب رايي هوني، هذيا راينا في المنصه، حسب رايي فما سياسه كامله لازمها تتعمل في البلاد نتاع تدقيق في الديون، نتاع تعليق سداد الديون، نتاع انه نعاودوا الشيء اللي قاعدين نخلصوا فيه في الديفيز في الديون لازمنا يقعد في البلاد، وناخذوا موراتوار نتاع 4 5 6 سنين نصرفوا على تغيير مناويل الانتاج، نصرفوا على اعاده هيكله الاقتصاد نتاعنا، ومن بعد نرجعوا نحكيوا على شنو اللي باش نخلصوا من الديون هذيا اللي برشا منه ما نعرفوش فاش تصرف، ما نعرفوش كيفاش تصرف، ما نعرفوش شكون استنفع منه، ما نعرفوش قداش منه عاود خرج لبرا في شكل تهرب ولا هروب اموال، معناها توسع. دونك فما اون بريز دو ديسيجن على مساله السياده الماليه نتاعنا، فما دور للبنك المركزي زيدا، لازم نعاودوا نسترجعوا البنك المركزي نتاعنا، على خاطر الشيء هذا يطلب منا انه الدوله تستثمر وتصرف على الترانزيسيون هذيا. مني باش تصرف الدوله وقت اللي البنك المركزي نتاعها ما عادش نتاعها؟ دونك سيت بوليتيك لا كي ا ايتي امبوزي بار لي بير دو فون انترناسيونال، البنك الدولي ولا فيمي وي وي وي، يلزمنا نقولوا ستوب. واحنا اليوم في وضع اللي المفروض يسمح لنا باش نقولوا ستوب، يعني فما حاجه اسمها لي كلوز دو سوفغارد في الكريديت وفي لي زاكور دو ليبر ايشانج. نورمالمون اليوم بالوضع اللي احنا فيه نجمو نقولوا يفو اكسيونير لي كلوز دو سوفغارد، ما عادش مطالبين ان نخلصوا الديون نتاعنا وقت اللي احنا ما عادش عندنا باش ناكلوا، وقت اللي احنا تعدى علينا كوفيد والسبيطارات نتاعنا في حاله و و و ما عادش عندنا باش نشريو دويات. معناها هذوما الكل سي ان كونستا احنا المواطنين عملناه، لكن السلطة ما تحبش تعملوا. علاش؟ يقول القائل علاش؟ الحكومات اللي جاوا، مش تدخل شوية في السياسة، ما الحكومات اللي جاونا من 2010 حتكشي لليوم هي حكومات ضعيفة، ما عندهاش برنامج، ما عندهاش رؤية، ما عندهاش انغراس شعبي. دونك ديك توصل للحكم مش تعمل؟ تقف وتولي تلوش فك الحلول الواحد اللي هي بالسيف عليها، تولي يلزمها تتماهى مع التمويل الأجنبي باش تسكت تشري السلم الاجتماعي. للأسف مكتوب علينا أن نواصلوا النضال والعرك واوي حتى لين نخرجوا من السيركل فيسيو هذايا. انتر تان فما حاجات جدية قاعدة تتعمل، واني باش نربط على حكاية الزريعة العربي. في القمح الزريعة العربي ايه حاجة برشا ريشيرش،
في حاجات اخرى. الزريعه العربي ماشيه بالكدي بالكدي بالكدي، صحيح ما فما حتى سياسه نتاع دوله نتاع انها تراقب وتعاون وتاطر و و و، لكن الفلاح والمجتمع المدني بالمعنى الواسع، معنى الحركة الاجتماعية المطالبة باسترجاع الزريعة العربي والتفكير في كيفاش نعود، راهي واسعة وكبيرة وجدية. وانا نرى اللي هذي حاجة إيجابية، وهي اللي باش تدفع انه لينرات والمؤسسات البحثية تعاود تركز على الموضوع هذي، وهي اللي باش تدفع الدولة انها تبدل القانون متاع الزريعة، وهي اللي باش ترفع الدولة انها تستثمر في إعادة بناء الصمود الحقيقي لا فيغيتابل ريزيليونس نتاعنا، اللي هي تمر بان عندنا زريعتنا والاراضي نتاعنا عند الفلاحة، ونتحكموا في الموارد المائيه نتاعنا ونوجهوها في اللي حاجتنا به. ويظهر لي عملت دوره جاوبت على اللي تفكرته الكل. شكرا على الاسئله. هما يمكن الاسئله ولا رمارك، ما مش باش نجاوب كل حاجه واحدة، اما جوست باش نحاول نبني يمكن كما عملت ليلى فكره كامله. هو معناتها باش نعارك الحق ليلى شوي اترافير الصديق اللي سالنا على الديفينيسيون تاع الفلاح والاطار تاع القانون، ومعناتها قلت جمله يمكن معناتها الحق مش موافق على جمله، انه تغيير يكون تغيير قانون. القانون ما بالنسبة لي ما يغيرش برشا. علاش ما يغيرش برشا؟ كي باش ناخذوا الاكزامبل مثلا على السياسات الفلاحية متاعنا، نجموا مثلا في إطار قانون معين، مثلا حكينا على البذور المحلية، معناتها نحطوا لها إطار قانوني. المشكلة مش فقط معناتها استعمالها أو عدم استعمالها، وإلا فما إطار وإلا ما فماش إطار قانوني، اسكو كي نستعملها ندخل الحبس ولا. المشكلة هي معناتها مشكله براتيك، اسكو التوجه السياسي نتاع الدوله باش يمشي في ان نستعملوا بذور محليه ولا، وباش تعمل توجه كيف هكاك، باش تبني توجه سياسي كامل. نرجع لاول رمارك عملتها استاذ اللي هي مهمه على الاخر، اللي هي البحث. اذا كان ما فماش عندنا بحث، في عندنا صديقنا مثلا يقرا في لينات او لينات، وعندنا بجنبها ليرات وبرشا معناتها بلايص وين نورمالمون ننجو بحث، وهذاك التكنيك اي او ميم طون لي سيونس سوسيال اللي هي تحاول تفسر حاجه النظام والسياسات ككل. اذا كان ما فماش بحث بالمعطيات اللي عندنا الكل، ما نجموش ننجو ونبنوا سياسه جديده، وما نجموش كما اجابه زكريا نتعدوا بالازمات ونعملوا بلانيفيكاسيون تخطيط للازمات القادمه، ونفهموا احنا وين وشني مشاكلنا، نعملوا التشخيص باش من بعد نلقوا الحلول نتاعنا. دونك نحاول نجاوبك على مثلا الفلاح. بالنسبه لي انا شنو نعتبر الفلاح؟ هي معناتها تبقى ديما اديباتر الفكره، اما بالنسبه لي انا الفلاح هو الانسان اللي ينتج ويعيش من وفي الارض نتاعو. علاش نخمم كيف هكاك؟ لانه بالنسبه لي انا ديما نحاول اني نسهل الفكره باش نتعامل معها. اني الفلاحه الهدف نتاعها الاولاني هو انه الشعب والا المواطنين المواطنات في رقعه جغرافيه معينه ياكلوا، معناتها بكل سهوله، مع خاطر الاولويه في الحاجه انا ما نموتوش، هذا سينو مشكله معناها. دونك الهدف الاولاني انا ناكلوا، ومن بعد نبنوا على الفلاحه اني مثلا باش نبنوا به البلاد. خاطر زاد التفكير في اني الفلاحه سي ان سيكتور ايكونوميك، لازم اميز على الفلاحه باش نطوروا البلاد وندخلوا الدوفيز ونعملوا الحاجات هذوك كلها، بالنسبه لي خالطه برشا. لانك نلقوا رواحنا عملناها على بيرود طويله، اول حاجه فشلنا ما دخلناش فلوس، ما زلنا مسالين ومعناتها وعايشين معناتها كدوله في ازمه، وكفلاحين متازمين اكثر وقاعدين نخسروا كل نهار في اكثر فلاحين، لانهم حكيت قبل الصديق على على السيتواسيون تاع الفلاح. خاطر السيتواسيون تاع الفلاح هي في اطار السياسات والتوجهات هذه الكل، الهدف انه الفلاح الصغير هذا هو مش رونتابل، لكن راه يوكل، راه كي ناخذوها بالديفينيسيون اللي قلت عليها انا نحبوا ماكله يوكلني هو، لكن ايكونوميكمون اللي با رونتابل. انسان عنده 3 هكتارات، معناتها نحكوا جوست ايكونومي في الاطار هذا ليبرال، لازم يموت، هذا ما حشتيش بيه
صباح اي دونك كنا باش نخمو في كيكه باش نخمو مع اطار نتاع رونتابيليتي وبرشا حاجات نخمو اطار نتاع رونتابيليتي باش نجاوبوا زاد على السؤال نتاع نتاع استهلاك الماء في في الواحه. كما قالت ليلى فما الواحه وفما المعمل نتاع معناتها النجم نسموه معمل خضر جوست فيه مونوكولتور معناتها غراسه احاديه نتاع نتاع دجله نتاع اسبيس واحده نتاع دجله دجله نور اللي هي وقتها باش تولي تستهلك اكثر ماء. وقتها مشكلة اني وقتها ما عادش إجابة صديقة في جبنا وقتها ما عادش عنا يولي عنا نيكو سيستيم خطر لو كان تكون فما واحة كما الواحة التراديسيونيل فيها ثلاثة إتاجات فيجيتال وفيها إتاج أخرين معتها أنيمال وفما معتها ميكرو كليما كاريمو غادي معتها حاجة مهمة على الأخر أكونسيرفي إي أروبرودوير زادة وهذيك بالنسبة لينا تنجم تحقق معناتها تنجم تجيب لنا ماكل باش ناكل. دونك باش نرجع جوست باش نحط العمليه كلها في الاطار زاد على المشكله نتاع البذور. المشكله نتاع البذور انا شخصيا ما ننظر لهاش معناتها اني بذور محليه معناتها حاجه باهيه ومحلاها ومزيانه وتونسيه وكل، لكن بالعكس هي مشكله نتاع اسكو باش نجمو نفكوا ارتباطنا والا نقطعوا مع التبعيه للعباد اللي نستوردوا من عندهم ولا مثلا قبل هيثم انت قلت معناتها فما دي فاريتي قاعدين ديفلوبو في تونس في تونس ما عندي حتى مشكله معناتها معهم بالعكس نشجعوهم، لكن مشكلتنا مع البذور اللي هي مستورده اللي هي ما نجموش نعاودوا نعملوها خاطر جست مشكله تبعيه تو سامبلومون. لكن في البذور الاخرى مثلا الاكزامبل نتاع القمح صحيح ما نجموش معناتها الاخرين يجيبوا اقل تو سامبلومون من مش لازم نخمو فيها برشا اي فوالا نجم نطور اي ونجم نطوروا فاهم بعد معناها زريعتي معناها نجم ناخذ من فاليتي كيما مناسبه هذه ونعاود نزرعها ما فما حتى مشكل معناها نزرعها ماهيش مش حاجه يبريد ولا معناها نجم نعاود نزرع معناها لي فاريتي هذوما واحنا شفناهم اللي هو وحدهم راهو ثم جابوا مثلا ثم شركات جابوا قرابه 12 ولا 13 فاريتي ثم دي فاريتي من الاول ما مشاوش وكلاو كبوت ومشاو على رواحهم من ثم دي فاريتي نجحوا وقاعدين يعطيوا مردود والى يومنا هذا قاعدين فهمتني معناها لازم نتأقلم معناها رب العالم واحد يتفتح العالم أنا منيش من العبادك اللي ديما نحط من نظرية المؤامرة ولا بيشوفوا الحقيقة لا ما أنا نلقى كي نلقى روندمون باهي كي نلقى قمح ما يطلب ليش دي فونجيسيد نفرح ويجي من كوستاريكا ولا يجي أنا أهم حاجة نحب الأرض متاعي بقل دي فونجيسيد هذاك اهم حاجه خاطر راه ثم ما نكتبش عليك نقول لك حاجه ثم دي فاريتي لوكال ما ثماش تستهلك ياسر دي فونجيسيد ما تساعدش وعلى هذاك اندثرت هي دونك جوست لا ميساج دونك مازلت نجاوب دونك جوست باش نحاول نعملها في معناتها بور ريزومي شوي. دونك توا المشكله نتاعنا هي مشكله نتاع ان سيستيم ايكونوميك اللي مش قاعد يمشي والسيستم ايكونوميك هذا قاعد ينتج في ازمات. ممكن باش نجاوب على الاسئله نتاع زكريا قاعدين ننجو في ازمات ديما معناتها السيستم ايكونوميك هذا العادي فيه هو الازمه معناتها الازمه ما عادش نقول لها جوست ازمه. كي نبدلوا السيستم ايكونوميك نتاعنا على اساس انه الهدف مش الربح ومش لاكوميلاسيون نتاع الربح وقتها نجمو نحكو على معناتها ناخذو اصلا لو كوتي نتاع الفلاح وقت ما نجمو نكونسيدير الفلاح نتاعنا وقتها بيسك السيستيم ايكونوميك هذا بالمونوكولتور وبالبرودكسيون هذه والاستعمالات هذا ما كله هو عمل لنا شانجمون كليماتيك وقت تولي ما عادش عندنا ازمه نتاع فوتور وقتها الماء خاطر انت كي تقول لي على الماء مشكله كبيره انه مثلا تقول لي في 30 سنه كيفاش باش تعمل في الماء نقول لك اول حاجه نعملوها ما عادش نكونسومو الماء اللي قاعدين نكونسومو فيه تو على الاقل باش نصدرو ما نتصورش فما عباد في اوروبا مثلا تموت كما تاكلش فريز خاطر زاده الفكره نتاع السياده الغذائيه مش انه نقطعوا مثلا العلاقات مع الدول والا مع خاطر فما عباد زاده هادي تاكل ونحبوهم زاده يعيشوا المشكله انه فما اولوياتي انا في الوقت الحالي عندي فلاح كيما هيثم هو الانسان اللي لازم ينتج لي وهو اللي نشجعه ما نشجعش انسان يعمل فيه بطيخ ودلاع وواحد للتصدير خاطر حتى انا نحب ناكل بطيخ ودلاع اما
فما دي كونتيتي معينين في وقتهم، مش نجي في الصيف نبدا نسقي هذاك وقتها. علاش نقولوا احنا هذيك مثلا حاجه تكونسومي برشا ماء؟ خاطر في اطار معين، في هدف معين. خاطر كي نكونسومي برشا ماء علي انا على ماكلته على ماكله العباد هذوما اللي موجودين، ما يساش ما لازمنا ناكلوا زاد كمان معناها. لكن للتصدير في هدف نتاع فلوس، وقتها تولي مشكل تو سامبلومون. والله ثم نقطة على التثمين، تثمين منتجاتنا باش تكون حاجة بلو رونتابل وتولي ساعة قبل كل شيء باش نجمو نعملوا هالمشاريع هذية باش نثمنوا المنتوجات. ساعة قبل كل شيء لازم نخلصوا كريدياتنا البنك الوطني الفلاحي، خاطر راك تشوف راهي الفلاح الكل علاش البنك الوطني الفلاحي؟ أي فلاح يحل مشروع من الآخر يوفى يفلس الفلاح وثم تولي مديونية ومشاكل. معناها لازمنا نتعداو ونخرجوا من المديونية، نتعداو للحالة الصفر اللي نحن ديما نحبوها فهمتني، ومن بعد نوليو من أصحاب الأموال ونوليو لباس علينا. هذا كل شنو المطلوب من السلطة؟ من السلطة لازم ترفع يديها شوية علينا وما تحطناش في تركينا وتفرض علينا أسعار، خاطر ديما تفرض علينا أسعار باش تخلينا ما نصوروش، نقعدوا جوست معناها نوكلوا وديما تبقى فوق ظهوراتنا مديونيه. دونك ساعات انا من العباد ما احنا في تنسيقيه فلاحون غاضبون، معناها اكثر حاجات نحب ونحب نحيو من مخ الفلاح الكل كلمه بالله دعمونا عاونونا. ما تدعموناش ما تعاونناش، هز يدك عليا خليني نبيع الحليب نتاعي انا والمستثمر ونعرف. ومن بعد ثم كونكورنس كي ما تفهمتش مع المعمل هذا نجم نتفاهم المعمل هذاك، ومن بعد كي نصوروا احنا وتولي عندنا الفلوس تنجم تولي من بعد ثم نجم نستثمروا وتجي للمعامل بطبيعة باش تكون مربحة أكثر باش نتفاداو برشا نقل برشا كحليبنا يبقى على بلاسته باش تكون مربحة العملية. وخاصة راني مانيش راو الفلاحك اللي عنده بقرة وبقرتين راو يبدأ حتى سارح بهم، راو لازم يقعد راو خطر راو عنا هجرة داخلية رهيبة. دونك لازمنا نحدوا من الهجرة هذية ونخليه السكان هذوما في الأرياف متاعهم وفي المدن متاعهم، وواحدة واحدة معناها كي يدور الدولاب في عند الفلاحة الصغار هذوما يدور الدولاب في بلاد كاملة مثلا باجة تولي الكوميرس فيها خير وتتحسن يتحرك الدولاب خير، وكي يتحرك الدولاب خير تنجم تولي فيها بلاد معناها العيشة تحلو فيها، ومن بعد كي تحلو فيها العيش معناها تبقى أولادها يبقوا فيها برشا أمور باش تتحسن. وكي باش تحسن الامور التعليم باش يتحسن، الصحه باش تتحسن. التعليم كي تقول راهو من الاخر لازم يقع توازن في البلاد ما بين الولايات هذوما باش تونس تنجح، لازم ثم يقع توازن. وتصور انا معناها حلم معناها عندي نقول مثلا ريت خذ كله معناها ينعكس حتى خاصه على التعليم، مثلا كي نشوف الكاليتي نتاع اللي موجوده في المناطق الداخليه بارابور العاصمه شيء بعيد على بعض. وانا نقول تونس ما باش تتقد كان لجور اللي نراه مثلا نشوف الريزلتا نتاع الباك نشوف الريزلتا يتبدل ديما، ما نلقاش الولايات هذوكم الويله والولايات الاخرين، خاطر كنا اولاد تسعه معناها وما نتصورش هذا اذكى من هذا. اما الامكانيات اللي الموجوده عند الولايات الساحليه والعاصمه وكل شيء بعيده على الشيء الداخلي، كان نوصل للكليب هذا تونس كلها باش تتحسن وتبدا الامور خير. ومن ثم واحد يظن يجي نهار يقول واحد من العاصمه والله فديت من العاصمه ماشي باش نعيش في باجه، باجه العيشه فيها خير، فيها سبيطارات خير، فيها وسائل ترفيه خير. هذا هو اذا نوصلوا لهذا تونس باش تكون من مع الديمقراطيه والحريه اللي ديما لازم تمسكوا بها باش تكون تونس من احسن البلدان في العالم. هذا هو حلم ان شاء الله نوصلوا له. شكرا هيثم، شكرا ايمن، ليلى، يعطيكم الصحه. نعتذر سامحوني عن معناها تجاوزنا الوقت برشا، اما مثالش راهو نجم نكملوا سؤالات هاو ليزانفيتي بعدين نشربوا حاجه ناكلوا حاجه. يعطيكم الصحه، شكرا زاده على الحضور على التفاعل.
شادين صحيح، مازلنا شادين صحيح في صحافة الجودة، شادين صحيح في المواضيع الجدية. باش نواصلوا كان هذا اللقاء الأول في نقاشات نوايد، فما مواضيع أخرى معناها باش دخلت، باش نحكيوا على الأكتواليتي، باش نحكيوا على الحرقة، باش نحكيوا على الاحتجاجات، الواقع البلاد وين ماشية. يعطيكم الصحة الناس زادة اللي تفرجت فينا، نشكركم. ملتقانا قريبا حاجة واحدة، لمجازين نوات موجودين، العدد الاخراني مازال كي جاء من المطبعة هو موجود، دونك استغلوا وجودكم هنا، ويعطيكم الصحة مرة أخرى، وميرسي، مرحبا.